بهالفيديو راح اشرح قصة Call of Duty Black Ops Zombies بالكامل. القصة بدأت بعام 2008 بCall of Duty World at War ولسه مكملة معنا حاليا بعام 2018 بCall of Duty Black Ops 4. القصة اعتبرها من افضل قصص بتاريخ الالعاب وبتاريخ الجيمينج من وجهة نظري، وحتى تاريخ الافلام والمسلسلات والقصص بشكل عام. شايف كتير مسلسلات وافلام وشايف كتير قصص، ولا بعمري مرت علي قصة فيها تعقيد وتفاصيل خرافية نفس قصة الزومبي. فإذا أنت تلعب زومبي بس ما تعرف القصة بالتفصيل أو ما تعرف أي شيء عن قصة الزومبي، فيحظك لأنه حاليا قدامك عالم جدا رهيب وقصة خرافية لا تستمتع فيها. فيلا خلنا نبدأ. قبل ابدا الفيديو بس في نقطتين ابي انوه عليهم بشكل جدا سريع. اذا ما بدك تسمعهم بدك تبدا بالفيديو على طول، هذا الوقت قدامك، روح على الوقت هذا وراح تبدا الفيديو على طول. بس نصيحه تسمعهم مهمين، ما راح ياخذوا دقيقتين بالضبط. اول شيء القصه هي شرح القصه من بدايه الزومبي من كول اوف ديوتي وورد ات وور الى بلاك اوبس 3. بلاك اوبس 4 مو داخل بهالفيديو لانه بلاك اوبس 4 صار شيء يعني مختلف عن التايم لاين او مختلف عن السايكل الزومبي، فرح اخلي الفيديو الثاني، الجزء الثاني رح يكون بعد اسبوع ان شاء الله، اشرح فيه قصة الزومبي ببلاك اوبس 4. ما رح يكون ساعة، رح يكون 10 دقائق ربع ساعة بالماكسيموم، لانه بلاك اوبس 4 لسه ما نعرف التفاصيل، بس نعرف شو الاشياء اللي تغيرت بالسايكل. فلازم تفهموا هاي القصة بشكل كامل عشان تفهموا شو ممكن الاحداث وشو ممكن يصير بCall of Duty Black Ops 4. فانا اصلا من وين عرفت القصة؟ مو نظريات، القصة راح احكيها بهالفيديو قصة مؤكدة 100% لانه عرفتها من وراء التايم لاين الزومبي. التايم لاين الزومبي اللي تم اعلانه مع الحزمة الخامسة بCall of Duty Black Ops 3، وهو اللي بيحكي لنا قصة الزومبي بالكامل. التايم لاين هو عبارة عن صفحة من كتاب الكرونوميوم اللي موجود قصة الزومبي، فبيحكي لنا الأبعاد والعوالم والقصة كلها من بلاك اوبس 1 من وورد ات وور لحديت بلاك اوبس 3، فالشخصيات الكبيرة مع الصغيرة كلهم كيف تدمجوا مع بعض. التايم لاين الزومبي في شباب الله يعطيهم العافية ترجموه للعربي بشكل كامل. هاي حسابات شباب الله يعطيهم العافية ترجموا التايم لاين للعربي بشكل كامل، ورح تلاقوا حساباتهم مع رابط التايم لاين موجود بالوصف اللي حاب يشيك عليه. طبعا التايم لاين فيه تفاصيل اكتر، التايم لاين جدا جدا ضخم، وانا بهالفيديو اختصرت التايم لاين قدر الامكان، وانتم شايفين مدة الفيديو قديش. لو كنت ابي اعرض التايم لاين كامل بالتفاصيل مدة الفيديو ما رح تقل عن 7-6 ساعات. ونقطة الثانية انه ادري ممكن معظمكم ما وده يشوف الفيديو بشكل كامل لانه الفيديو مدته طويلة، فقسمت لكم الفيديو لثلاث اقسام. راح تشوفوا هلا التوقيت قدامكم حاليا. انصحكم لو ما بكم تشوفوه بشكل كامل بقعدة واحدة، معني انصحكم تشوفوه بقعدة واحدة، بس اذا ما بكم تشوفوه بقعدة واحدة شوفوه اول مرة لحد الدقيقة اللي شايفينها قدامكم اول شيء، بعدين ثاني مرة لحد هالدقيقة، بعدين ثالث مرة لحد هالدقيقة. انا حاولت بهالفيديو اني اقسمهم على حسب التوقيت هي، مشان لما تخلص قسم خلاص يكون القسم الثاني راح تدخل عليه شيء جديد، فتكون خلاص فهمت اللي قبله. وانصحكم تخلصوه كله بيوم واحد مشان يعني تخلصوا القصة وتفهموها، لو على يومين ثلاثة يمكن تنسوا بعض الاحداث. فاي واخر شيء اتمنى لا تنسوا تلمعوا الفيديو بزر اللايك. هذا فيديو اشتغلت عليه قريب الشهر، والله جدا جدا تعبني. اتمنى الكل الحين قبل يشوف الفيديو زر اللايك، انشره لاصحابك اللي لعبوا زومبي او اللي لعبوا زومبي شوي وما يعني كملوا، احكوا له شوف الفيديو، شوف قديش قصة الزومبي شيء جدا رهيب. فاي يلا خلينا نبدا بالفيديو. قبل بداية الكون، قبل لا يكون في بشر، قبل لا يكون في اي شيء، كان عندنا فقط شيء اسمه الايثر. الايثر هو عبارة عن مكان نوعا ما غريب، نوعا ما بنفهم شو هو، المكان بين الحياة والموت. بس الايثر هو كان قبل بداية الكون اصلا، وبالايثر كان عنا مخلوقات اسمها الكيبرز او الجيت كيبرز، كانوا هما فقط الموجودين جوا الايثر، وكان في شخصين معهم جوا الايثر هاد. هالشخصين واحد اسمه دكتور مونتي والتاني شادو مان. الجيت كيبرز بعد ما قضوا وقت جدا طويل بالايثر قدروا يخترعوا جهاز اسمه السامنينج كي، وعن طريق السامنينج كي قدروا يكتشفوا انه في ابعاد تانية مختلفة
مو الإيثر مو هم الوحيدين، لا في أبعاد وعوالم موازية لإلهم موازية لعالمهم. وكمان باستعمال السامنينكي قدروا يخترعوا البعد الممتاز اللي خالي من أي مشاكل اللي هو أغارثا. وعن طريق السامنينكي الكيبرز احترفوا إنهم يتنقلوا بين الأبعاد المختلفة ويكتشفوا عوالم وأبعاد أخرى. ومن الأبعاد والعوالم الثانية اللي اكتشفوها اكتشفوا شيء معاكس تماما للإيثر اللي هم موجودين فيه، وهالشيء اسمه الدارك إيثر أو الإيثر المظلم. فلما اكتشفوا الإيثر المظلم بلشوا يجربوا عليه، يحاولوا يستكشفوه أكثر وأكثر. ومن وراء تجاربهم واستكشافهم للدارك إيثر صار بعض الكيبرز فاسدين، أو بعض الكيبرز اتأثرت روحهم بالدارك إيثر أو الإيثر المظلم وصاروا فاسدين وفيهم شيء مو كويس. فصار عندنا قسمين من الكيبرز، الكيبرز الجيدين العاديين والكيبرز الفاسدين يلي أرواحهم تأثرت من وراء الإيثر المظلم. فالكيبرز الفاسدين ضلوا يكتروا حتى صار عندنا قسمين من الكيبرز، الكيبرز العاديين والكيبرز الفاسدين. الكيبرز العاديين بقيادة دكتور مونتي اللي هو إله عالم الزومبي، والكيبرز الفاسدين بقيادة الشادو مان. وتذكروا الشادو مان ودكتور مونتي مو من الجيت كيبرز، هما بالبداية بداية الكون كان موجود الجيت كيبرز شادو مان ودكتور مونتي، هدول فقط الموجودين قبل الكون أصلا. الكيبرز الفاسدين استعملوا قوة الدارك إيثر أو الإيثر المظلم ليصنعوا جهاز بقوة عظمى اسمه NPD اللي عنا إياه بالقمر، أو اسمه الصحيح بالتايم لاين الزومبي الهرم الإيثر. فصارت حرب عظمى بأغارثا بين الكيبرز العاديين والكيبرز الفاسدين. وبهالحرب الكيبرز الفاسدين شافوا انه راح يخسروا وعلى وشك الخسارة، ما في مجال للفوز. فاللي عملوه انه بدهم يخبوا الـ NPD او الهرم الإيثر بمكان بعيد عن الكيبرز العاديين ليلاقوه، مشان فرصة لرجوعهم بالمستقبل. فاكتشفوا مكان جديد بعيد عن انظار الكيبرز وخبوا فيه هذا الهرم، والمكان هذا هو القمر، والقمر تبع الأرض بالذات إنه نحن بالكون فيه كتير كواكب وأقمار. فخبوه بالقمر تبع الأرض بعيد عن إيدين الكيبرز العاديين ليلاقوه. وفعلا تم هزيمة الكيبرز الفاسدين وتم حبسهم بالدارك إيثر بمكان جدا بعيد، بشكل إنه ما فيهم يطلعوا منه ويظلوا موجودين بهذاك المكان اللي هو الدارك إيثر. والكيبرز العاديين أخذوا مثل نوع من القسم أنه يحموا الأبعاد ويحموا أنه العوالم أنه ما تتداخل مع بعض، ويحموهم من أي فساد ممكن يجي عليهم بالمستقبل. الكيبرز الفاسدين يلي محبوسين جوا الإيثر المظلم يلي هو بالأساس اللي أثر على روحهم وخلاهم فاسدين، ضلوا محبوسين فيه لفترة طويلة جداً. ومن الفترة هاي تحولوا شوي شوي للأبوثيكن. هو أصلا كانوا كيبرز عاديين، مجرد ما أنهم تعرضوا للإيثر المظلم صاروا فاسدين، ولما قعدوا فيه فترة طويلة تحولوا لجنس جديد، جنس خطير اسمه الأبوثيكن. وكان هدفهم الوحيد أنه يطلعوا من الدارك إيثر اللي محبوسين فيه ويرجعوا لأغارثا ويحاولوا يفسدوا ويستولوا على العالم. بخمسة بعد الميلاد الأبوثيكن اكتشفوا أنه على الأرض في بوابة لأغارثا، على كوكب الأرض في بوابة لأغارثا فينا يستعملوها. فاللي عملوه أنه أخذوا العنصر 115 وبعتوه على كوكب الأرض بأكثر من مكان، وكانوا مؤمنين أنه البشر على كوكب الأرض يوم من الأيام رح اكتشفوا هالعنصر 115 ويستعملوه ليقيموا حروب على بعض. وعن طريق هاي الحروب اللي رح يسووها رح يدمروا بعض، أو رح يقدروا بشكل من الأشكال يفتحوا لهم بوابة عن طريق الغلط، ومن البوابة هاي يقدروا يهربوا منها من الدارك إيثر ويجوا على كوكب الأرض. عام 1292 الشيء اللي كانوا بيتمنوه الأبوثيكن انه يصير فعلا صار صحيح، وفتحت بوابة على كوكب الأرض سمحت للأبوثيكن انه يطلع من الدارك إيثر الى كوكب الأرض. ولما اجوا على كوكب الأرض او عند البشر صار في حرب بينهم وبين البشر. عام 1294 اجوا اربع فرسان من لا مكان، ما كان حدا بيعرفهم، والاربع فرسان ساعدوا البشر على القضاء على الأبوثيكن. وهالاربع فرسان بعدين تم تلقيبهم ببرمس. عام 1299 بعد 8 سنين من بدأ الحرب بين الأبوثيكن والبشر تم القضاء على الأبوثيكن بشكل كامل، وقدروا أربع فرسان برمس بمساعدة الكيبر أنهم يفوزوا وينتصروا بهالحرب.
وقدروا أن يرجعوا الانضباط والعالم لكما كان الحال عليه قبل هجوم الأبوثيكن. بعد انتصارهم بالحرب وقضائهم على الأبوثيكن، الأربع فرسان اللي اسمهم بروميس اختفوا بشكل كامل، وكمان اختفوا من التاريخ بشكل انه ما حدا يعرف عنهم بعدين. والحرب صارت ببعدين مختلفين كليا، وانقسمت الى بعدين بسبب افعال بابلو ميرنس عام 1300 بدايمنشن 63 او البعد رقم 63. بابلو ميرنس عام 1300 كتب بالتفصيل كل شيء عن الحرب اللي صارت، بما فيهم الاربع فرسان، الكيبرز، الابوثيكن، والعنصر 115. وبشمال فرنسا تم بناء أربع تمثيل لها الأربع شخصيات كشكر لهم وتقدير لهم على حمايتهم ومساعدة البشر من الهلاك من الأبوثيكن. وبالبعد أو الدايمنشن الأصلي ما حدا كتب أي شيء عن الحرب العظمى هي، ففعليا قصة الحرب العظمى ضاعت بالتاريخ وما حدا عنده أي فكرة عنها بالمستقبل. بالبعد الأصلي العنصر 115 لم يتم اكتشافه إلا لحديت عام 1931 بين الحرب العالمية الأولى والثانية، وتم اكتشافه بألمانيا. بعد ما تم اكتشافه بألمانيا، دكتور ماكسس كان أحد العلماء اللي بيشتغل بالحكومة الألمانية، نظم مثل مجموعة سرية، مجموعة من العلماء سماها باسم مجموعة 935 أو 935، وهالمجموعة كان هدفها الرئيسي إنهم يدرسوا العنصر 115 ويستكشفوا أكثر وأكثر. وأسس مثل مقر أو مبنى لمجموعة 935 ليدرسوا فيها ويستكشفوا فيها العنصر 115، وهالمبنى هو ماب الزومبي ديريس أو The Giant. عام 1936 دكتور إدوارد ريكتوفن بينضم لمجموعة 935 بعد ما تم دعوته من دكتور ماكسس. بعدها بسنة اليابانيين اكتشفوا العنصر 115 عندهم بمنطقتهم، وأسسوا مجموعة سرية من العلماء ليدرسوا العنصر 115. المجموعة هي كانت جدا شبيهة بمجموعة 935 يلي أسسوها الألمانيين، وسموا المجموعة هي مجموعة ديفيجن 9، وكانوا يعملوا مثل مختبر لهم أو مكان يدرسوا فيه العنصر هاد ويعملوا فيه أبحاثهم، والمكان هاد هو ماب شينونوما. وبنفس السنة اللي اليابانيين اكتشفوا فيها العنصر 115 وأسسوا مجموعة ديفيجن 9 ليدرسوا، الأمريكان اكتشفوا كمان العنصر 115 بمنطقتهم وأسسوا مثل منطقة سرية يدرس فيها العنصر، والمنطقة هاي اللي هي البداية بماب مون اللي هي Area 51 أو المنطقة 51. بين الثلاث مجموعات اللي طلعت اللي تدرس العنصر 115، الأمريكية واليابانية والألمانية، الأكثر ذكاء وأكثر الناس قدروا يدرسوا العنصر 115 ويعملوا أبحاثهم عليه هي مجموعة 935 الألمانية، لدرجة عام 1939 دكتور إدوارد ريكتوفن ودكتور ماكسس قدروا انهم يعملوا تجارب للتليبوتر وانهم يتنقلوا من مكان لمكان باستعمال العنصر 115. باستعمال التليبوتر إدوارد ريكتوفن وماكسس بلشوا يستعملوا التليبوتر على بعض البشر، ولاحظوا انه معظم البشر اللي بيستعملوا عليهم التليبوتر بتغير فيهم اشياء معينة، ما بيضلوا بشر على طبيعتهم، وبعض الاحيان بيموتوا. وبعد أخذوا أحد الميتين اللي تنقل عن طريق التليبوتر اللي مات من وراء تنقله بالتليبوتر، وبلشوا يستعملوا عليه شوية تجارب من العنصر 115 وقدروا يرجعوه للحياة باستعمال عنصر 115. ففعليا هي أول ولادة لزومبيز عنا إياها بعالم الزومبي بشكل كامل، رجع للحياة مو كبشري، لا رجع للحياة كزومبيز. بنهاية عام 1939 دكتور ماكسس اللي هو قائد مجموعة 935 ما عاد عنده الفلوس والإيرادات الكافية ليكمل أبحاثه باستعمال هالعنصر، فراح وانضم للمجموعة النازية اللي هي بقيادة هتلر، وانضم إلهم مشان يعطوه الفلوس ويدعموه ماديا بهالكلام. والمجموعة النازية كانت مهتمة بأبحاثه، مهتمة بالأشياء اللي بيسويها عن طريق التليبوتر وإعادة البشر للحياة كزومبيز، وكمان بصناعة أسلحة خارقة. بنفس السنة بشهر ديسمبر اللي هو شهر 12 آخر شهر بالسنة، دكتور ريكتوفن ودكتور شوستر، دكتور شوستر كان أحد العلماء الموجودين بمجموعة 935، قدروا أنهم ينقلوا حبة بندق بالتليبوتر من مكان لمكان،
وبعدين بعد ما نقلوا حبة البندق هاي شافوا الموادها والمواد الكيميائية اللي فيها وعناصرها وشافوها انه ما تغيرت ابدا. ففعليا هي اول عملية نقل بالتليبوتر بدون لا يخربوا العناصر الكيميائية لهالشي. ففعليا فينهم حاليا ينقلوا بشر بالتليبوتر بدون لا يتغيروا او بدون لا يموت البشر بعملية التنقل. وكل مين دكتور ريكتوفن وشوستر عرضوا هالشي على ماكسس وورجوا نجاحهم, ودكتور ماكسس تفاجأ وانبهر بالنجاح اللي سووه. بنفس الوقت حكى لدكتور ريكتوفن انه عم يطلب دعم من المجموعة النازية ليساعدوه. فدكتور ريكتوفن هالشي أصابه بالقلق وحكى له انه مجموعة 935 فيها علماء من كل العالم مو فقط علماء ألمانيين, وبعضهم ممكن يتضايقوا من هالشيء او يطلعوا من المجموعة بعد اعلان انضمام المجموعة للحزب النازي. المهم دكتور ريكتوفن وشوستر كملوا تجارب التليبوتر اللي عم يسووها من وراء ظهر دكتور ماكسس, لانه بالوقت هذا دكتور ماكسس كان رافض انه يكملوا هالتجارب لحديت ما انهم ينضموا للمجموعة النازية او يعني في اشياء اهم. فكملوا يعملوا اشغالهم بالتليبوتر من وراء ظهر دكتور ماكسس لحديت ما قدروا انهم بعام 1940 كانوا جاهزين انهم ينقلوا بشري حي باستعمال التليبوتر. طبعا ما حد من البشر رضي انه يستعملوا التليبوتر عليه لانه كلهم خايفين يصير فيهم نفس الناس بالبداية اللي سووا عليهم تجارب التليبوتر. فريكتوفن كان جدا واثق من نجاح التليبوتر هالمرة لدرجة انه تطوع انه هو يدخل جوا التليبوتر ويعملوا عليه تجربة التليبوتر عليه نفسه. ففعلا اتطوع ريكتوفن ودخل بالتليبوتر, وعن طريق الغلط التليبوتر نقله الى القمر او مون, وهنيك لقى الهرم الـ NPD او هرم الايثر يلي كانوا مخبينه الابوثيكن من بداية الكون. فريكتوفن اول ما شاف الهرم او الـ NPD لمس الهرم, وبعدين صار تيجي على راسه او بعقله اصوات جدا اصوات غريبة اصوات مخيفة, ومن احد الاصوات هاي كان صوت الشادومان. بعدين بعد هيك الهرم نقل ريكتوفن من القمر الى شانغريلا بالارض, وبشانغريلا راح هنيك ولقى حجر اسمه الفوكسينج ستون, هالحجر اللي لما نحل لغز شانغريلا بناخده. فمن الاصوات هاي اللي عم تجي براسه ومن صوت شادومان صار ريكتوفن مجنون, او يعني صار عنده هوس بايجاد اغارثا. ما حدا كان بيعرف شو اغارثا, بس الاصوات اللي بمخه عم تحكي له انه فايند اغارثا او لازم تدور وتلاقي اغارثا. بعد هيك ريكتوفن رجع لألمانيا لديريس, ومن هنيك هو ودكتور شوستر بلشوا يصنعوا محطة فضائية جوا القمر عن طريق التليبوتر. بفوتوا بالتليبوتر بيطلعوا بالقمر, فشوي شوي بلشوا يبنوا مثل محطة فضائية جوا القمر, وكانوا يبنوها بدون لا يعرف دكتور ماكسس أو بالسر عن دكتور ماكسس. وكان يستعملوا علاقة ماكسس بالنازية بشكل سري من وراء ظهره, ويستعملوا مساعدة النازيين ليحطوا علماء أكثر بالقمر. وفعلا قدروا يبنوا محطة اسمها ريفن ستيشن موجودة على القمر, واللي هي ماب مون اللي بنلعبه ببلاك أوبس. بهالوقت مجموعة 935 كانت عم تتوسع شوي شوي, فتعاونت مع مجموعة ديفيجن 9 اليابانية واستولوا على مقرهم اللي هو مقر شينونوما. صاروا يتعاونوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض وحطوا مقرهم بشينونوما اللي هو رايسينج سان فاسيليتي. وبعدين سووا مقرات جديدة, من احد هالمقرات هي منطقة فوركت ما فوركت, ومثل مسرح مهجور بعاصمة برلين اللي هو ماب كينو دير توتن, وبمثل كمان مقر بنهر تنغاسكا بصربيا اللي هو كول اوف ذا ديد, وبقلعة قديمة موجودة بالنمسا اللي هو ماب دير ايسندراخ. عام 1941 جندي روسي باسم نيكولاي اللي هو نيكولاي اللي كنا نعرفه ونحبه خسر زوجته وماتت زوجته من وراء الهجوم الألماني على روسيا, أو من وراء الهجوم النازي على الاتحاد السوفيتي. فلا ينسى الألم والحزن أدمن على الكحوليات وبالذات مشروب الفودكا. عام 1942 تم الانتهاء من بناء محطة غريفن ستيشن على القمر, وريكتوفن ترك
كل من دكتور شوستر ودكتور غروف. دكتور غروف اللي مشوفه بلغز ذراع سندراخ، فترك كل من هالعالمين يعني عطاهم مسؤولية المحطة وأكد عليهم أنه ما حد منهم يكشف سر الهرم أو الـ NPD أو هرم الإيثر أبدا. صحيح أنه بنوا المختبر هناك بس قدروا يخبوه عن باقي العلماء، وبس اللي بيعرفوا فيه هو دكتور غروف ودكتور شوستر، ونبع عليهم أنه ما يبيحوا بهستر لأي حد. بعد هيك ريكتوفن رجع للأرض لعند دكتور ماكسس بمجموعة 935 وكمل شغل مع دكتور ماكسس، وكان عم يخطط انه ينقلب عليه ويصير هو المسؤول. ومن هالكلام بنفس السنة دكتور شوستر بالغلط قتل فار بالقرب من الهرم، فشاف انه لما قتل فار جنب الهرم روح الفار هاي انتقلت الى الهرم وبلش الهرم يشتغل. فدكتور غروف وشوستر من بعد ما شافوا هالموقف عرفوا انه الهرم بيتم تشغيله او بيتم شحنه عن طريق قتل الكائنات الحية جنبه. فراحوا وخبروا دكتور ريكتوفن بالارض عن الاكتشاف اللي اكتشفوه، فدكتور ريكتوفن صار يبعث بعض العلماء والجنود لعندهم مشان ياخدوهم كرهائن ويقتلوهم جنب الهرم مشان يشحنوا الهرم اكتر واكتر. بنفس السنة بشهر نوفمبر الامبراطور الياباني بعت جنديه المخلص اللي هو تاكيو ماساكي، بعته لرايزنج سان فاسيليتي اللي هي شينو نوما، المجموعة اللي فيها المكان اللي فيه مجموعة ديفيجن 9 واللي استولت عليه 935 بالتعاون مع ديفيجن 9، مو استولت عليه انه كحرب، لا كانوا تعاون مع بعض. فالامبراطور الياباني بعد تاكيو مساكي ليشرف هونيك ويتأكد انه كل شيء ماشي حسب كلام الامبراطور، ويعني ليجسس عليهم او يتأكد انه كل شيء ماشي بانتظام. بعد هالكلام بسنة عام 1943 نيكولاي بلينسكي جندي نيكولاي تم القبض عليه من قبل القوات الألمانية وبعتوه لمجموعة 935 ليسووا تجارب عليه كأي رهين عندهم إياه. بنفس السنة بعد ما تاكيو مساكي شاف شو اللي عم يعملوه كل من مجموعة ديفيجن 9 و 935 تاكيو بعت خطاب للإمبراطور حكاله أنه التجارب والأشياء اللي عم يسووها كل من ديفيجن 9 وجروب 935 براسينج سان فاسيليتي غير مقبولة أبدا وأشياء خطيرة اللي عم يسووها. فبنفس السنة تم القبض على تاكيو ماساكي وسجنه بهديك المنطقة بأمر من الإمبراطور نفسه، فالإمبراطور يعني كان خاين لتاكيو، فبأمر من الإمبراطور نفسه تم حبس تاكيو بهديك المنطقة. وبعدين مجموعة ديفيجن 9 و 935 بلشوا يستعملوا تاكيو كفأر تجارب يستعملوا عليه تجاربهم. عام 1945 كان في طيارة للآلايز اللي هم أمريكا وبريطانيا وغيرهم، هالطيارة تسبب فيها عطل معين ونزلت وتحطمت، وعلى الحطام أو جنب منطقة الحطام كان في شاحنة عسكرية للنازيين أو الألمانيين ولمجموعة 935، وهالشاحنة علقت مع التحطم اللي صار، والشاحنة هاي كانوا عم ينقلوا فيها عدد من الزومبيز. فعليا 935 كانوا خلاص قدروا يعيشوا ويصنعوا عدد من الزومبي، فكانوا عم ينقلوا فيها عدد من الزومبي والعنصر 115. فلما الشاحنة هاي دخلت بحطام الطيارة فهالشي تسبب الى انتشار الزومبي بكل مكان، والناس اللي ماتوا من الحادث تبع الطيارة رجعوا للحياة لانه كان موجود عنصر 115 ورجعوا كزومبيز. فضل اربع اشخاص، هالاربع اشخاص قدروا ما ماتوا من الحادث الطيارة اللي صار، واربع اشخاص من الآلة يعني جنود امريكان وبريطانيين مو الالمانيين. هالأربع أشخاص حاولوا يقاتلوا الزومبي لأكبر وقت وحاولوا أنه يعيشوا لأطول مدة ممكنة، والمكان هاد والحادثة هي كلها هي ما بناخد دير أنتوتن، فما بناخد دير أنتوتن ما كنا نلعب فيه بأربع شخصيات، لا كنا نلعب فيه بأربع شخصيات جداد ما يتكلموا ولا شيء. فهدول هم الأربع جنود اللي ما ماتوا من حادث تحطم الطائرة وضلوا يقاتلوا هنيك الزومبي لأطول عدد ممكن. لاحقا بنفس السنة الأمريكان بعتوا جاسوس باسم بيتر ماكين اللي شفناه بكاتسين جورد كروفي وشفناه بلقطة بسيطة بريفيليشن، بعتوا الجاسوس بيتر ماكين لينضم لمجموعة 935 وضل معاهم كجاسوس، ما حد بيعرف انه عم يشتغل للحكومة الأمريكية. وبنفس السنة من ورا هالجاسوس ساد عطاهم معلومات
انه المجموعة 935 بلشت شوي شوي تضعف وفقدوا السيطرة على تجاربهم اللي عم يعملوها. فالحكومة الامريكية بعتت عدد من الجنود لا يستولوا على احد منشآت مجموعة 935 اللي هي مجموعة اسايلم اللي هي ماب فوركت. فبعتوا مجموعة بقيادة الجندي تانك ديمسي بعتوها لهونيك، ولما راحوا هونيك صار هجوم زومبي بشكل جدا كبير، لانه مثل تركم عم بيعملوا تجارب على الزومبي واي خطا رح يهربوا الزومبي يقتلوا بشر والبشر يرجعوا يتحولوا زومبي. فصار في هجوم زومبي، ومع الهجوم هاد الجاسوس بيتر ماكين قدر انه يهرب. هو كان هونيك كان بهديك المنطقه قاعد عم يتجسس، فقدر يهرب وضلوا الاربع جنود او عفوا مو اربع جنود، عدد من الجنود الامريكيين بقياده تانك ديمسي يحاولوا يقاتلوا الزومبي لاطول فتره ممكنه، لحديت ما اجوا الجنود الالمانيين والنازيين قتلوا الزومبي والقوا القبض على الجنود والقوا القبض على تانك ديمسي. فالمهم الالمانيين مسكوا الجندي تانك ديمسي، ومثل ما بيعملوا مع اي رهين عندهم اخذوا وبعثوا لمجموعه 935 لا يعملوا عليه تجارب من تجاربهم. فصار حاله نفس حال نيكولاي اللي تم القبض عليه من الجنود الالمانيين بروسيا، نفس حال تاكيو يلي الامبراطور خانه وصار سجين عن ديفيجن 9 و 935. صاروا هالثلاث جنود كلهم عم يسووا عليهم تجارب. الجاسوس بيتر ماكين قلنا انه قدر يهرب، فبعد ما هرب ورجع للحكومة الامريكية بعتته الحكومة الامريكية بمهمة تانية ليتجسس على رايسنج سن فاسيليتي اللي هي ماب شينو نوما اللي كان فيها كل من ديفيجن 9 و 935. فعن طريق غلط بالباراشوت مات الجندي بيتر ماكين، مثل ما نشوف ببداية شينو نوما انه معلق ومشنوق من وراء الباراشوت تبعه اثناء هبوطه. بشهر اكتوبر بنفس السنة دكتور جروف بعت رسالة لريكتوفن حكاله انه الهرم تم تعبئته وتم شحنه بشكل كامل بالارواح، قتلوا جنبه عدد جدا كبير من الارواح فتعبى الهرم بشكل كامل. فهالشي بلش خطة ريكتوفن. خطة ريكتوفن كان عم بيستنى ليبدأها انه الهرم يتعبى. الخطة كانت انه يقتل كل مين دكتور ماكسس وبنته سامانثا وبعدين يروح على القمر ويدخل جوا الهرم بنفسه. بنفس الشهر كان ماكسس عم يسوي تجارب بالتليبوتر على كلبة سامانثا فلافي وكانت حامل بهداك الوقت، فكان عم بيعمل عليها التجارب وبالغلط حولها لكلب او كلبة زومبي اللي هو راوند كلاب او الهيل هاونز اللي بنشوفه عنا اياه بالزومبيز. فالمهم بعد ما حولها لهالكلبة هي وعادة عم تتحول بالغلط، سامانثا رقدت ودخلت لجوة التليبوتر لتشوف كلبتها شو اللي عم بيصير فيها لانه كانت كلبتها وتحبها. فماكسس دخل على طول ورا بنته لجوة التليبوتر مشان يسحبها ويطلعها من برا التليبوتر قبل يصير فيها اي شيء. فدكتور ريكتوفن شاف الفرصة قدامه واستغل الفرصة وسكر عليهم باب التليبوتر وشغل عليهم هم الثلاثة الكلبة ودكتور ماكسس وسامانثا، شغل عليهم التليبوتر هم الثلاثة لينقلهم لأي مكان، مهم انه خلاص يبعدوا من هالمكان وهو يتولى السلطة. فمن وراء هالتليبوتر سامانثا تم الانتقال فيها للأمر للهرم الـ NPD نفس ما تم انتقال من زمان ريكتوفن راح للهرم لجنب الـ NPD. بس هالمرة سامانثا شافت انه او سامانثا لما راحت على الهرم كان الهرم متعبي ارواح بشكل كامل، فكان جاهز انه اي روح او اي شخص يدخل جوا الهرم. فسامانثا بنت صغيرة يعني شافت الهرم قربت منه، ففعليا الهرم سحبها ودخلت جوا الهرم، فبالتالي تم افساد روح سامانثا بالدارك ايثر او الايثر المظلم. مثل ما قلنا الهرم هو عبارة عن مصدر قوة للايثر المظلم، فبهالشي صارت سامانثا موجودة جوا الهرم، صار روحها فاسدة من وراء الايثر المظلم وصارت تتحكم بالزومبيز بالعالم. وبنفس الوقت هاد ماكسس تم نقله لمكان اسمه الكريزي بليس، وبالكريزي بليس هناك عمل دراسات معينة وعرف انه عن طريق الدراسات هاي عرف انه يدخل نفسه بالكهرباء ويصير جزء الكتروني، مشان هيك بترانزيت بنشوف انه ماكسس بيحكي معنا عن طريق الراديوهات دائما. وبعد دخول سامانثا للهرم وتحكمها بالزومبي صار هدفها الاول تخرب خطة ريكتوفن
وتنتقم للي سواه فيهم. فقلنا انه ماكسس صار يعرف انه يدخل بالكهرباء ويتحكم من هالكلام، فقدر انه يعطي رسائل لدكتور جروف بالامر بمحطة جريفن ستيشن بمساعدته. ففعلا دكتور جروف ساعد دكتور ماكسس وعن طريق التليبوتر جابه للامر لعندهم. فبلش دكتور جروف وماكسس يحاولوا يطلعوا سامانثا من الهرم، فقدروا انه يفتحوا الهرم وقدروا انه يتكلموا مع سامانثا، بس سامانثا كانت لسه جوا الهرم وهي المتحكمة، بس قدروا انه يتواصلوا معها. فاول ما ماكسس شاف سامانثا راح حكالها kill them all، اقتليهم جميعا، انه تقتل ريكتوفن، تقتل كل بمحطة القمر، لانه كلهم كانوا انه يخونوه وكانوا يعملوا هالشي من ورا ظهره. ففعلا سامانثا سمعت كلام ابوها، وجهت الزومبي عليهم مشان تقتلهم كلهم. وبعد هيك ماكسس انتحر، بس قبل لا ينتحر مثل ما قلتلكم ماكسس قدر انه يدخل نفسه مع التكنولوجيا، فقبل لا يموت او ينتحر او يطلع من جسمه قدر يدخل وعيه بشكل كامل على كمبيوتر. فروح وعي ماكسس صار موجود بالكمبيوترات اللي موجودة بمحطة جريفن ستيشن على المون، وسامانثا صار فينا تتحكم بالزومبي وصار تسوي هجوم زومبي على الارض وعلى ريكتوفن بالذات مشان تخرب خطة ريكتوفن وتنتقم منه. طبعا كل من تاكيو ديمسي ونيكولاي صاروا يعملوا عليهم تجارب مجموعة 935 كل واحد بمكان، بس بالاخير كلهم بعتوهم للمقر الاساسي يلي هو ديريس او ذا جاينت، للمقر الاساسي لمجموعة 935 ليكملوا عليهم التجارب هناك. فبعد ما ريكتوفن انتبه للشيء اللي عم بيصير وانتبه انه سامانثا عم توجه عليه الزومبي لتخرب الخطة تبعه، راح ريكتوفن وصحى كل من تاكيو ديمسي ونيكولاي، كانوا عبارة عن فئران تجارب عنده، فصحاهم من النوم الطويل هم فيه وكانوا فاقدين الذاكرة بشكل كامل، فصحاهم مشان يساعدوه لانه يهرب ويساعدوه بتكملة الخطة تبعه. بعد ما صحاهم ريكتوفن اخذ الشخصيات وراحوا لرايسينج سان فاسيليتي لشينو نوما مشان ياخذوا كتاب ريكتوفن، الكتاب اللي كاتب فيه كل علمه وكل خططه من هالكلام. فسامانثا بس شافت هالشي وجهت كل الزومبي على شينو نوما، مشان هيك عندنا ماب زومبي بشينو نوما. بعدين بعد هيك بعد ما اخذوا كتاب مخططات ريكتوفن اللي كان عنده اياه بشينو نوما رجعوا لديريس او ذا جاينت. فبعد ما رجعوا على ديريس سامانثا وجهت الزومبي عليهم هنيك، وكانوا عم بيضطروا انه يقاتلوا الزومبي، وكان عندهم سلاح الويندر وولف، فكانوا بالتليبوتر وطلقوا طلقة من سلاح الويندر وولف، وبشحنة قوية من سلاح الويندر وولف اندمجت مع قوة التليبوتر وودتهم لقدام بالمستقبل، نقلتهم لعام 1963 للمسرح المهجور الموجود ببرلين لاستعملوه مجموعة 935 كأحد الأماكن اللي يعملوا عليهم دراساتهم وأبحاثهم، وهالمسرح هو كينو دير توتن. وريكتوفن قبل يتنقل لكينو دير توتن باستعمال قوة التليبوتر ومن هالكلام من الأحداث هاي كلها وقع منه كتابه وفقده وضاع منه. فبعد ما ريكتوفن صار موجود بالمسرح اللي هو كينو دير توتن، سامانثا مرة تانية عم تلحقهم بالزومبي لهذيك المنطقة. وبعد كل الأشياء اللي صارت وهجوم الزومبي على منشأة ديريس وهيك، مجموعة 935 قفلت بشكل كامل. وباستعمال هالفرصة القوات أو الحكومة الأمريكية والروسية اتحدوا مع بعض واتحدوا قواهم ليعملوا هم أبحاثهم وتجاربهم أكثر على العنصر 115. فمن أحد الأشياء اللي حصلوا عليها السوفييت أو الروسيين هو كتاب خطط أو كتاب تجارب ريكتوفن. فلما أخذوا هالكتاب صار كل من الحكومة الأمريكية والحكومة الروسية يعملوا تجاربهم الخاصة على العنصر 115. فالمجموعة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية مثل أنشأت مختبر اللي هو ماب 5 بالبنتاغون وصاروا هناك يعملوا تجاربهم، والمجموعة أو الحكومة الروسية سووا مختبر ويعملوا عليه تجاربهم اللي هو ماب الزومبي أسنشن بروسيا. عام 1955 عم نكمل نحن بالتاريخ، ما لنا علاقة بكينو دير توتن ولما تنقلوا بالمستقبل، عم نكمل التاريخ عادي. فعام 1955 بعد ما الروس قدروا يحصلوا على كتاب ريكتوفن وبلشوا يعملوا مختبراتهم وأبحاثهم بمنطقة أسنشن، انضم العالم يوري للمنظمة هاي وصار يشتغل مع الروس، هو أصلا روسي، وبلشوا يشتغلوا على شيء سموه البروجكت اكس يلي هو بعدين بروجكت ميركوري يلي هو بعدين طلع القنبلة البلاك هول. فكانوا عم يشتغلوا عليها بهديك المنظمة
وباستعمال عنصر 115 قدروا بعدين يصنعوا قنبلة الثقب الأسود أو البلاك هول. عام 1963 بنفس السنة اللي راحوا فيها شخصيات عكينو درتوتن قدروا يهربوا ويطلعوا من كينو درتوتن واتجهوا إلى روسيا لمكان الأبحاث الروسي أسنشن. وبعدها بيوم تم طرد يوري من اللي هو المشروع البروجكت ميركوري أو البلاك هول، كانوا لسه ما عملوا عم يشتغلوا عليه، فبعدها بيوم تم طرده من المشروع بسبب غضبه السريع، فلأنه انطرد وما عنده شيء بلش يقرأ بكتاب ريكتوفن أو الكتاب الخطط تبع ريكتوفن عن هالكلام. وعن طريق قراءة الكتاب ريكتوفن كان حاط فيه أشياء غريبة وأشياء يعني ما تطلع إلا من مخه، لأنه ريكتوفن كان بصلة مع الهرم وكان في أصوات براسه. فعن طريق قراءة الكتاب سامانثا صارت تتواصل مع يوري وتكلموا على مخه، ويعني يوري شوي وينجن كان. فسامانثا كانت تحكي مع يوري وحكته انه يكمل شغله على البلاك هول او بروجكت ميركوري، يرجع عندهم يعتذر منهم ويرجع يكمل شغل عليه. ففعلا يوري هذا اللي سواه بالضبط، سمع كلام سامانثا ورجع وكمل شغله على البلاك هول او البروجكت ميركوري. والاصوات اللي براس يوري بتخليه بتحكي له انه يقنع جيرش اللي هو كان شريكه على هالمشروع او هو صاحب المشروع، فاصلا البلاك هول اسمه الاصلي جيرش ديفايس. فاصوات هاي او سامانثا بتخلي يوري يقنع جيرش انه يشغل الجهاز، او يعني يخدعه بشكل من الاشكال انه يشغل الجهاز ويفتح الثقب الاسود او البلاك هول. وعن طريق فتحه سامانثا فينها تتنقل عن طريق هالجهاز، ما بعرف لما بتتنقل بعد شو بنعرف لما بتتنقل بالضبط، فبتساعد سامانثا انه تتنقل عن طريق الجهاز، والجهاز هذا بيسحب كل من جيرش ويوري لجواته انه هو ثقب اسود، ويوري بتنقل عن طريق الجهاز بيتم نقله الى البنتاغون لماب 5، فحرام الاسلحة بماب 5 هو فعليا يوري. وهالكلام كله صار بنفس الوقت اللي اجوا فيه شخصياتنا الاربعة من كينو ديرتوتن لأسنشن. فلما وصلوا لهونيك والبلاك هول او جيرش ديفايس نقل كل من يوري للفايف وصار البنتاغون ثيف هونيك، وبعدين جيرش مثل الجهاز علقوا بمثل دوامة غريبة صار على الآن بشكل ضوء أو روح هونيك. فلما نجي على أسنشن منحاول نحل اللغز انه نحرر جيرش، نخليه يتحرر من الشيء اللي هو عالق فيه، ولأنه عم نسوي هالشي سامانثا بتوجه الزومبي علينا. سامانثا وين ما عم بيروح ريكتوفن عم توجه عليه الزومبي لتوقف الخطة تبعه، فبالتالي احداث ماب اسنشن بتصير عنا وهجوم الزومبي ومنحرر جيرش، وريكتوفن بيسترجع كتاب الخطط تبعه شيء من الكلام. وعن طريق قراءة الكتاب ريكتوفن بتذكر انه لازم يتجه الى تربيا اللي هو ماب كول اوف ذا ديد، ولازم ياخذ من هناك قطعه اسمها الفرل ديفايس، راح يحتاج القطعه ليكمل الخطه تبعه. فمقابل تحرير الشخصيات الاربعه لجيرش، جيرش بيساعدهم انهم يتنقلوا بفتحه زمنيه او بالتليبوتر لوجهتهم القادمه اللي هي كول اوف ذا ديد او صربيا. بنفس الوقت اللي كانت عم تصير فيه كل احداث اسنشن وشخصيات عم يحاولوا يحرروا جيرش من هالكلام، ويوري راح او تنقل على البنتاغون، احداث ماب 5 بدات. كانوا اربع رؤساء، رئيس امريكا جي اف كينيدي ورئيسين كمان ورئيس كيوبا، مجتمعين بالبنتاغون على وقت الحرب البارده او الكولد وور، وكانوا مجتمعين مشان يقنعوا الرئيس كيوبا انه مثل يوقف الشيء اللي عم يعملوا، كان عم يعملوا عليهم ثوره او شيء من الكلام. فكانوا مجتمعين الاربع رؤساء، وبنفس الوقت كان يوري تم نقله الى البنتاغون. ومن سبب الاحداث اللي صارت هي والبلاك هول وانه جيرش دخل جوا البلاك هول ويوري تنقل وسامانثا، فصار عنا بماب 5 هجوم زومبي، صار لخبطه بالعالم وصار في هجوم زومبي على ماب 5. وسامانثا بعتت يوري او يوري تنقل للبنتاغون، فسامانثا امرت يوري انه ياكد انه ولا واحد منهم ولا واحد من الاربع رؤساء يطلع عايش. والسبب انه سامانثا بدها الفوضى تصير بالعالم، بدها اي شيء يصير فوضى زومبي بكل مكان، اهم شيء انه ريكتوفن ما يكمل بالخطه تبعه، لانه بتعرف نهايه الخطه تبعه انه يجي عندها على الهرم بالمون او القمر ويبدلوا ارواح بعض. فبعد ما خلصنا اللغز باسنشن نفس ما شرحت لكم اول شيء، هالاحداث كلها عم تصير نفس وقت اسنشن. فاول ما خلصنا لغز اسنشن وشخصيات الاربعه حرروا جيرش، وجيرش وداهم لمهمتهم اللي بعدها اللي هي بكول اوف ذا ديد او لمنطقه الثانيه اللي بدهم يروحوا منها،
الهجوم الزومبي والمشاكل بماب 5 انتهت، والأربع رؤساء كلهم نجوا من هجوم الزومبيز. بعد نجاتهم من هجوم الزومبي هاد، الحكومة الأمريكية عملت منظمة سرية باسم بروكن أروز. هالمنظمة كمان هتدرس العنصر 115 وغيره، وكان هدفها الرئيسي انه تحمي أمريكا وتحمي البنتاغون بشكل عام من أي هجوم زومبي محتمل، وانه ما يصير معهم نفس المشكلة اللي صارت معهم بماب 5. عام 1973 شخصية راسمان اللي هو من أحد شخصيات ترانزيت بلش يشتغل بمجموعة بروكن أروز. عام 2011 شخصيات الأربعة وصلوا لكول أوف ذا ديد. عام 2011 هم تنقلوا بفتحة زمنية وجيرش وداهم إياها من أسنشن، ومن أسنشن من الفتحة الزمنية هي ودتهم للمستقبل لعام 2011، ولقوا حالهم إنه محبوسين جوا غرفة أو جوا خزانة بكول أوف ذا ديد. بنفس ذاك الوقت كان المخرج جورج روميرو بهديك المنطقة عم يخرج أحد أفلامه اللي لها علاقة بالزومبيز. ففعليا بعد ما تشوف إنه الشخصيات الأربعة وصلوا لهنيك، سامانثا بتعمل هجوم زومبي حقيقي عليهم، ومشوف إنه الأربع ممثلين هنيك بيحاولوا يقاتلوا الزومبي ويعيشوا. وعن طريق حل اللغز، ريكتوفن بقنع الأربع شخصيات الممثلين إنه يعطوا الليفرال ديفايس اللي هو جاي على كول أوف ذا ديد فقط مشان ياخذ الليفرال ديفايس اللي هي القطعة الذهبية. فبعد ما ريكتوفن ياخذ على الليفرال ديفايس بيسافروا او بيرجعوا بالزمن لعام 1956 لماب شانغريلا، ومشان رجعوا بالزمن وراحوا لهالمنطقة بالذات مشان ياخدوا قطعة اثرية موجودة هناك اسمها الفوكسينج ستون، وهي القطعة الاخيرة اللي راح يحتاجها ريكتوفن ليقدر يتغلب على سامانثا. بنفس السنة في عالمين اسمهم براك انجيري بيسافروا على شانغريلا برحلتهم للبحث عن اغارثا. فلما يوصلوا لهذيك المنطقة بيصير خسوف شمس بنفس المكان، انه هناك في شيء قوة معينة. فلما يصير كسوف الشمس وهم موجودين بهذاك المكان بيعلقوا بحلقة زمنية بيضلوا على الاني فيها للأبد براك انجيري. فبيضلوا موجودين بشانغريلا على الاني بهالحلقة الزمنية، بيضلوا يموتوا يرجعوا يعيشوا، يموتوا يرجعوا يعيشوا ما لا نهاية بشانغريلا. فهم العالمين على الآلين بالتايم لوب بماب شانغريلا. شخصياتنا الأربعة بيوصلوا عام 1956، ولما يوصلوا على شانغريلا بمساعدة العالمين هدول بيكملوا خطتهم لياخدوا الفوكسينج ستون اللي هي الحجرة القطعة الأخيرة اللي بيحتاجها ريكتوفن ليتغلب على سامانثا. وهونيك سامانثا بتوجه عليهم الزومبي مشان توقفهم. فبالتالي هاي أحداث ماب شانغريلا، بنلعب وعنا هجوم زومبي وبالأخير بنحل اللغز مشان ناخد الفوكسينج ستون. بعد ما ريكتوفن يحصل على الفوكسينج ستون من شانغريلا بيسافروا بالزمن وبتنقلوا لمون او القمر عام 2025 بعد 80 سنة من خطة ريكتوفن الاولية لانه يستولي على منصب ماكسس وقتل ماكسس سامانثا او دخلهم جوا التليبوتر. بعد 80 سنة بالقمر بالمون ريكتوفن بيروح لهونيك وباستعمال كل قطعة اللي عنده، قطعة الفوكسينج ستون والفريل ديفايس، بيقدر انه يفتح الهرم ويبدل روحه مع روح سامانثا. وهالشي بيعطي ريكتوفن التحكم الكامل بالزومبيز وبالإيثر. بعد ما شخصيات الثلاثة تم خداعهم من عن طريق ريكتوفن، ماكسس باستعمال الأجهزة الإلكترونية بيتواصل مع الشخصيات الثلاثة الباقيين اللي هم ديمسي تاكيو ونيكولاي، وبقنعهم انه يهزموا ريكتوفن عن طريق الخطة تبعه. فبيوافقوا بيمشوا معه على الخطة تبعه، والخطة تبعه كانت اللي هي تدمير الكرة الأرضية بثلاث صواريخ نووية. فعن طريق تدمير الكرة الأرضية بيخلوا انه تحكم ريكتوفن بالإيثر ضعيف، بس بيضل عنده التحكم بالزومبيز بشكل كامل، بس بيضعفوا تحكمه بالإيثر. بنفس الوقت تنفجر قنبلة نووية على الأرض بمنطقة بنيفادا بنيوكتاون، وبتنفجر القنبلة النووية عن جراء أحد تجارب مجموعة بروكن أروز. مجموعة بروكن أروز الأمريكية بنيفادا بلاس فيغاس كان عم يعملوا أحد التجارب هناك، وعن طريق الغلط وعن طريق الحفر بيفجروا قنبلة نووية بهداك المكان وبيموت كل موجودين فيه. فالحكومة الأمريكية بتبعت قوات
من الـ FBI والـ CDC لهونيك ليكتشفوا الموضوع. فمجرد ما يوصلوا لهذيك المنطقة بلاقوا فعلا انه في هجوم زومبيز، انه عنصر مومن 5 موجود بهذيك المنطقة عم بيعملوا عليه ابحاث. فمجرد انفجار قنبلة نووية ادى الى موت كل الموجودين وتحولهم لزومبي بهذيك المنطقة. طبعا الاحداث هاي كلها عم تصير بنيوكتاون، انفجار قنبلة نووية والـ FBI والـ CDC عم بيروحوا هناك ويتقاتلوا مع الزومبي. هالاحداث كلها قبل ما صواريخ تنطلق على الارض بساعات، كان لسه صواريخ ما وصلت على الارض لسه، ما يعني كان هالاشياء كلها قاعده عم تصير بالمون وكان لسه الصواريخ ما اتجهت على الارض. فبيروحوا هناك وبيقعدوا يتقاتلوا مع الزومبيز الاف بي اي والسي دي سي، واللي هم هدول عباره عن مثل الاف بي اي اللي هي التحريات الامريكيه ومجموعه تانية امريكيه، اشياء يعني شخصيات شغل اي كلام، ما لهم اسم او شيء من هالكلام. فالمهم بنفس ذاك الوقت لما هم عم يقتلوا الزومبي، الصواريخ بتتجه من القمر على الارض وبيجي صاروخ فوق منطقه نيوكتاون بالضبط بنشوفه بنهايه نيوكتاون، بيضرب الارض وبيقتل كل اللي موجودين على هذيك المنطقه الا شخص واحد اللي هو شخصيه مارلتون من شخصيات ترانزيت، لانه بيكون بابو تحت الارض، وهالابو الموجود تحت الارض بنيوكتاون مقاوم لاي قنبله نوويه اي صاروخ اي شيء، انه ابو او مثل خندق تحت الارض مضاد للحروب النوويه. ونفس الوقت او مو بعيد جدا عن هالوقت بصير حريقه بمنظمة بروكن أروز الأساسية، والحريقة بتسبب إلى أغلاق المجموعة لفترة مؤقتة أو أغلاقها بسبب الحريق. ورسما متتلكم ببداية كان بيشتغل بهالمجموعة، فكان خلاص طالع بعد ما تم أغلاق المجموعة من قبل الحريق اللي صار، وبيكون رسما صار له 40 سنة عم يتعرض للعنصر 115. هو دخل معهم بالسبعينات وحاليا عام 2025، فصار له تقريبا فوق 50 سنة عم يتعرض للعنصر 115. واللي ما بيعرف العنصر 115 بيؤدي الى فقدان الذاكرة، مشان هيك ريكتوفن بالبداية لما اشتغل مع الشخصيات البقايا اللي هم ديمسي تاكي ونيكولاي كانوا كلهم تاخدين الذاكرة ومو عارفين انه هذا الجندي الالماني. فالمهم بنفس الوقت مع وصول الصواريخ على الارض وتدمير الارض وموت المليارات من البشر، والعنصر 115 منتشر صار بالارض بشكل كل مكان، هالبشر كلهم عم يرجعوا يقوموا كزومبيز، وصار في هجوم الزومبيز على العالم او الكرة الارضية بشكل كامل. على الارض صار في مجموعة ناجين وصار الموارد جدا قليلة، ففي مجموعة اسمها The Flesh، هالمجموعة بلشت تاكل لحوم الزومبيز مشان تعيش، لانه ما عاد في اكل جدا قليل الموارد او الاكل الصالح للحياة. فهالمجموعة The Flesh بلشوا ياكلوا لحم الزومبي، وكان منهم شخصية ستولنجر اللي كان منهم وكان بياكل لحم زومبي، وستولنجر هو من شخصيات ترانزيت. فهالمجموعة عن طريق اكلها للحم الزومبيز بصير ريكتوفن فينو يتواصل معهم وبصير يحكيهم او يحاول يقنعهم انه يبنوا له مثل ابراج كهرباء او حلقة معينة بالكهرباء والراديوهات شان الكلام. والحلقة اللي بده الريكتوفن عم يقنعهم انهم يسووها راح تسوي مثل فتحة زمنية او شيء معين بالارض، هالشيء رح يقدر ريكتوفن انه يرجع تحكمه بالايثر. هو ريكتوفن بعد صواريخ اللي ضربت الارض وبعد اللي سووه شخصيات التمس علمون، هالشيء ادى فقدان ريكتوفن التحكم بالايثر، صار فيني يتحكم بالزومبي بس. فبحاول يقنع هالشخصيات انه يعملوا له شيء بالعلم، شيء بالفيزياء والكهرباء وهيك، هالشيء راح يأثر بالزمان والمكان ويرجع القدره لريكتوفن انه يرجع يتحكم بالايثر. بنفس الوقت دكتور ماكسس كان لسه فينه يتحكم بالالكترونيات او شيء من هالكلام، فكان بنفس الوقت عم يحاول يقنع هالمجموعه والبشر بشكل عام اللي بياكلوا لحم زومبي واللي ما بياكلوا لحم زومبي انهم يبنوا له ابراج كهرباء الخاصه فيه، او يعني يمشوا له على الخطه اللي هو بده اياها، والخطة هي راح تحقق هدف ماكسس اللي هو عكس هدف ريكتوفن. وهدف ماكسس من الشخصيات هي انه الاشياء اللي بده اياه اللي بده البشر يعملوا له اياه، كان هدفه الاخير منه انه يفتحوا له بوابة زمنية لأغارثا، ومن هالبوابة الزمنية يرجع او يروح للبيت ويروح لعند سامانثا ويلتقي معها، بس هالشي راح يسبب بدمار الكرة الارضية بشكل كامل. مشان هيك بنشوف لما نحل لغز
ماكسس ببلاك اوبس ببلاك اوبس 2 نمشي مع خطوات ماكسس ونروح لبارد لاخر خطوه ونمشي مع ماكسس راح نشوف ان الكره الارضيه عم تتدمر وتنهار وهالشيء بدمر لدمار الكره الارضيه. بينما لو مشينا مع ريكتوفن هالشيء ما راح يسبب لدمار الكره الارضيه، لا هالشيء فقط راح يعطي ريكتوفن التحكم اكثر بالايثر. فبنشوف بعد هيك ريكتوفن بيدخل لجسم ستولنجر وبصير فيه، فبصير فيه يتحكم بالارواح بشكل كامل. فبالتالي صار عندنا مجموعتين، مجموعه اللي هم اللي عم بيسمعوا كلام ماكسس ويمشوا وراه، ومجموعه ذا فلاش اللي هم بيسمعوا كلام ريكتوفن وبيمشوا وراه خططه. فعام 2029 التقوا هالمجموعتين مع بعض وصاروا يتقاتلوا مع بعض ويتحاربوا مع بعض، وخلال هجومهم وحروبهم مع بعض يعني عم يتقاتلوا. تخيلوا بمخكم مسلسل The Walking Dead، فقاعدين عم يتقاتلوا مع بعض هالمجموعات. بنفس الوقت هجم عليهم هجوم زومبيز، انه كان في زومبي بكل مكان وسمعوا صوت لسع وهيك، فهجم عليهم هجوم زومبي. هجوم الزومبي هاد ادى الى مقتل معظمهم، بس اللي قدر يهرب من مجموعه ذا فلاش كان ستولنجر. فبعد هالاحداث كلها ريكتوفن وماكسس ما عاد عندهم اي واحد يتواصلوا معاه بمنطقه جرين ران اللي هي ترانزيت، اللي هو المكان الاول اللي لازم يبنوا فيه او يشغلوا فيه اول ابراج كهرباء لتسوي خططهم. فكل مين ريكتوفن او ماكسس بده يعني نفس المكان يسوي فيه البرج الكهرباء او يسوي فيه الهدف تبعهم، بس كل واحد بده اياه بطريقه مختلفه لا يعطي تحكمه هو. فبعد ما ماتوا معظمهم وهربوا معظمهم حوالين هذيك المنطقه، ما عاد لا ريكتوفن ولا ماكسس عنده حدا يقدر يتواصل معه ويخلوهم يمشوا بخطته. عام 2033 بعد 4 سنين من الحرب اللي صارت بين مجموعه ماكسس ومجموعه ريكتوفن، رسما بيقابل شخصيه ستولنجر بعد ما ستولنجر كان عم يحاول يسرق احد الباصات المهجوره من مجموعه بروكن اروز. بعد 8 ايام ستولنجر ورسمان بيقابلوا كل من ميستي ومارلتون، وهم قاعدين عم بيقاتلوا زومبي ومحاصرين بداينر اللي هي احد محطات ترانزيت. فبيقابلوهم بهداك المكان بياخدوهم معهم بالباص، وبعدين مجموعه ترانزيت صارت عنا كامله. فلما يلتقوا مع بعض بصير الشخصيات الثلاثه يسمعوا كلام ماكسس. ماكس هو الوحيد اللي فينا يحكي معهم ويحكي لهم انه ابنوا لي هالجهاز، سووا لي هالكلام اللي عم بحكي لكم عليه. بس ستولنجر كان عم بيحكي معه ريكتوفن انه اكل لحم زومبي، وعم بيحاول يقنعه بشيء تاني، عم بيحاول يقنعه انه لا سوي لي الكلام اللي انا ابي. المهم اخر شيء بيتفقوا انه يمشوا ورا ماكسس ويبنوا الجهاز لماكسس. بعدين ريكتوفن على امل انه الشخصيات يسمعوا كلامه بيوديهم على دايرايس، على مثل تليبوتر على ماب دايرايس بالصين، وبيحكي له لهنيك لستولنجر انه ابيك تبني شو اسمه البرج الكهربائي او تمشي بخطوات اللغز اللي هي لغزي انا. بس الشخصيات مرة تانية بيسمعوا كلام ماكسس وبيمشوا ورا كلام ماكسس، لانه كانوا يحكوا على ستولنجر نوعا ما انه مجنون، لانه هو الوحيد اللي قاعد يسمعه، باقي الشخصيات كلهم عم بيسمعوا ماكسس، فما قاعدين يقتنعوا انه يمشوا ورا كلام ريكتوفن. بعد احداث دايرايس الاصوات بتختفي منهم، ريكتوفن ما بيكلم ستولنجر ولا الراديوهات بتحكي مع باقي الشخصيات، فبيضلوا مجموعه فيكتس موجودين او ترانزيت على حريتهم، بيقعدوا يلفوا بالعالم، بيروحوا لمصر بنشوف كاتسين الاهرامات، وبعدين بيوصلوا لمدينه بالشرق او مدينه عفوا بالغرب مثل محفوره تحت الارض بسبب النيازك والاشياء اللي عم تصير من الهجوم النووي او الصواريخ اللي ضربت الارض من القمر. بهي الكلام كله بعد تقريبا 8 سنين من الصواريخ اللي ضربت الارض، بس لسه بنشوف انه الارض مكسره وفي نيازك من هالكلام، وهالشيء ادى الى مدينه بالغرب اللي هي بارد انه تنحفر او تروح المدينه كلها تحت الارض. فالمهم شخصيات بيوصلوا على بارد ونفس الكلام، مجرد ما يوصلوا هناك بترجع لهم الأصوات من كل من ريكتوفن وماكسس، وبيمشوا مرة تانية مع ماكسس. بعد ما يمشوا مع ماكسس ويسووا الخطوات كلها بده اياها ماكسس، بيطلع ماكسس على حقيقته انه كل هدفه انه يرجع يلتقى مع بنته سامانثا، وانه هالشي كله اللي عم يسويه راح يؤدي الى دمار الكرة الارضية فعليا. وبيعاقب ريكتوفن انه بياخد روحه وبيحطها بروح زومبي، ومنشوف هالشي موجود عنا بكاتسين بارد. The process has begun!
Now I control the ether's energy. I can at last reach Agatha. Ah, you fool! Why did you listen to him? Regretfully, I must inform you that neither the Earth nor its people will survive. من ورا الشيء اللي عمله ماكسس، سامانثا بدل ما روحها ما تتبدل مع روح ريكتوفن عام 2025 بالقمر، لا، روح سامانثا بتروح لأغارثا للبيت، وسامانثا بتوصل لهونيك وبتقابل ماكسس، بس بتنتبه انه ماكسس ابوها انه صاير نوعا ما شرير وروحه شريرة، وطبعا دمر كل الارضية وقتل كل الناجين فيها مقابل فقط انه يلتقى مع بنته بأغارثا. وطبعا ماكسس روحه هونيك شريرة لانه كمان روحه متأثرة او متضررة بالدارك ايثر او الايثر المظلم. طبعا هالكلام نحن كله عم نحكي على بعد الاصلي، لو تتذكروا ببداية الفيديو او ممكن الفيديو يكون على جزئين، فيمكن الجزء الاول من الفيديو حكيت انه عام 1300 بعد الحرب العظمى من افعال شخصية بابلو بيؤدي انه يصير في بعدين، بعد الاصلي وبعد الدايمنشن اللي اسمه دايمنشن 63. بالبعد الاصلي ما في اي ذكر لشخصيات بريمس ومشينا فيها الكلام كله، وفي بعد الثاني اللي هو بعد 63، وبهداك البعد بيذكروا فيه بريمس والتاريخ بيذكروا بريمس، وفي تمثيل لهم بكل مكان، وفي تمثيل لهم بشمال فرنسا اللي هي بأورجنس. والحرب صارت ببعدين مختلفين كليا وانقسمت الى بعدين بسبب افعال بابلو ميرنس عام 1300. بدايمنشن 63 او البعد رقم 63 بابلو ميرنس عام 1300 كتب بالتفصيل كل شيء عن الحرب اللي صارت، بما فيهم الاربع فرسان، الكيبرز، الابوثيكن، والعنصر 115. وبشمال فرنسا تم بناء اربع تمثيل لهالاربع شخصيات كشكر لهم وتقدير لهم على حمايتهم ومساعدة البشر من الهلاك من الأبوثيكن. وبالبعد أو الدايمنشن الأصلي ما حدا كتب أي شيء عن الحرب العظمى هي، ففعليا قصة الحرب العظمى ضاعت بالتاريخ وما حدا عنده أي فكرة عنها بالمستقبل. فالمهم بعد ما سامانثا انتبهت انه ابوها صار مستولي عليه الشر نوعا ما، تنتبه انه في مثل فتحة انفتحت بدايمنشن 63 او ببعد رقم 63 بعام 1918، فبتروح على هذاك العالم وبتحاول انه تتواصل مع ماكسس اللي موجود بهذاك العالم. ماكسس هذاك كان لسه ما عنده بنت اسمها سامانثا اصلا، فبسبب الاشياء اللي سواها بابلو عام 1300 البعد اللي هو دايمنشن 63 صار فيه الاشياء بشكل مختلف كليا. ففعليا جروب 935 تم انشاؤه بعقود قبل من الزمان من الدايمنشن الاصلي، يعني تم اكتشاف شو اسمه مجموعة 935 قبل عام 1935 اظن بالبعد الاصلي ذكرنا، لا هون مثل ما شايفين كنا بعام 1918، يعني قبل اكتشاف مجموعة او قبل انشاء مجموعة 935 بتقريبا 30 سنة من البعد الاصلي، هون عام 1918 وكان جروب 935 موجود اصلا وعم يشتغلوا بحفريات بشمال فرنسا بأورجنس. وبسبب التغييرات جروب 935 بهالبعد لم يتم اكتشافه عن طريق ماكسس، لا تم اكتشافه عن ناس مختلفين كليا. وبهالبعد ريكتوفن وماكسس تقابلوا مع بعض بجامعة، الجامعة بألمانيا، وريكتوفن كان بهداك الوقت فاقد أمه وأبوه، ميتين أمه وأبوه، يتيم. فلما تقابل مع ماكسس ريكتوفن كان يشوف ماكسس بهداك الوقت كأب، كان يشوف ماكسس كأنه أبوه، وكان في فرق بالعمر بين ماكسس وريكتوفن، مو نفس البعد هداك، البعد هداك كان ماكسس ريكتوفن قريبين من العمر نوعا ما، بينما هون عنا يا ريكتوفن شاب لسه صغير، وماكسس كان عنا يا واحد كبير. ومتتركهم تقابلوا بجامعة، مهمة اللي أسسوا جروب 935، وريكتوفن كان يشوف ماكسس بهالبعد كأب. عام 1912 بعد ما ريكتوفن وماكسس تقابلوا انضموا لمجموعة 935. عام 1912 انضموا ل 935، مهمة اللي أسسوها نفس البعد الأصلي. عام 1917 جروب 935 بيحاولوا يعملوا شوية أبحاث واكتشافات
عند تمثيل الشخصيات الأربعة اللي هما بريمس بأورجنز. بنديت لكم بهالبعد بيعرفوا عن بريمس، بيعرفوا انه من زمان صار في حرب عظمى وتم الفوز فيها، وهالاربع فرسان هم اللي حرروا الارض وكانوا عن هذيك المنطقة الغريبة اللي نوعا ما عندهم عم بحاولوا يعملوا ابحاث عنها اللي هي اورجنز. فجروب 935 عم يمشوا على كلام شخصية بابلو. شخصية بابلو كتب الكلام كله بالتاريخ عن عنصر وومن 5 وعن الاربع فرسان والكيبرز، وهالكلام كله مسجل عندهم وعم يمشوا على كلام بابلو ويحاولوا يكتشفوا اشياء اكتر واكتر. فمن كلام بابلو ومن مذكراته عشان الكلام ادى هالشي الى صناعة روبوتات عمالقة مثل ما نشوفهم بأورجنز، وادى الى صناعة نسخ عن الاستافات الاصلية يلي تم استعمالها بالحرب العظمى بعام 1300 الاربع فرسان استعملوها. فالاستافات الاربعة اللي عنيها بأورجنز ماكسيس صنعها باستعمال كلام بابلو، مشان هيك سمعتها بتحكينا بأورجنز انه القدماء هم اللي عملوا الاستافات، وشان الكلام القدماء اصدها عن بابلو. فهي نسخة عن الاستافات الاصلية اللي استعملوها الشخصيات الاربعة بريمس بالحرب العظمى عام 1300. فالمهم سامانثا من البعد هداك من البعد الأصلي عم تحاول تتواصل مع ماكسس بهذا البعد وتحكي له انه انا بنتك، وتتركم ماكسس ما كان عنده بنات وما كان متزوج اصلا بهذا البعد. عام 1918 تانك ديمسي، تاكيو مساكي ونيكولاي بيتم ببعتوهم كل واحد من حكومته الخاصة فيه لشمال فرنسا اللي هي أورجنز، لا يشوفوا الوضع هناك والوضع اللي عم يعملوه ال 935 والابحاث. فخلال وصولهم النايت تمبلر او اللي هم الفرسان من الحرب العظمى اللي بيكونوا ميتين بهذاك الوقت بيقوموا من موتهم كزومبيز، هدول نايت تمبلر بنشوفهم موجودين بأورجنز، فموجودين بالحرب العظمى من هداك المكان من هداك الوقت لحد اللحظة مدفونين بهالمكان. فبيقوموا كزومبيز وبيبلشوا يهجموا على كل مكان. طبعا ليش بيقوموا؟ ما بيقوموا من والله بدون ولا سبب، لا بيقوموا من التجارب والابحاث والاشياء يلي عم يسووها مجموعة 935 باستعمال عنصر 105 بهداك المكان. فمن الابحاث هاي ادت الى استيقاظ النايت تمبلر وبصيروا يهاجموا البشر بهذيك المنطقة يقتلوهم، وبالتالي يتحولوا زومبيز والمنطقة كلها بتصير زومبي. عند وقت قدوم كل من ديمسي نيكولاي وتاكيو بيكونوا مبعوتين كل واحد من حكومته ليتحرى الوضع بهاي المنطقة. بهذاك الوقت ريكتوفيل بنتبه انه ماكسس تعرض للعنصر 105 وعم يتحول شوي شوي وخلاص على وشك الموت، فبيقطع راسه وبيشيل مخه قبل لا يتحول مخه قبل لا يصير زومبي، وبيحط مخه جوا الماكسس درون. عام 1918 بنفس الوقت بيلتقوا كل من ديمسي تاكيو ونيكولاي مع ريكتوفن بلحظة انه بنفس الوقت اللي شال فيه مخ ماكسس، فبيجتمعوا مع بعض وبصير هجوم الزومبي بكل مكان. هالمرة هجوم الزومبي مو من سامانثا، مو انه والله سامانثا عم تحرض عليهم الزومبي ولا حد، لا هجوم الزومبي لان العنصر 105 تم رجع عيش النايت تمبلر الموجودين بالخنادق بأورجنز بسبب ابحاث اللي عم يعملوها جروب 935 هذيك المنطقة. فالمهم شخصيات بيجتمعوا مع بعض وبيبلشوا يقاتلوا الزومبي بأورجنز وبيمشوا ورا سامانثا. سامانثا هناك بتضل تحاكيهم. سامانثا اصلا دخلت لهالعالم لتحكي مع ماكسس، لتحكي له انه يساعدها بس ماكسس مات، فبتقعد تحكي مع الشخصيات هدول مشان يحرروها من اغارثا. هي راحت لاغارثا بس هناك ابوها كان نسخة شريرة منه وبدها تطلع من هداك المكان. فمنحل اللغز ومنمشي ومنحرر سامانثا بأورجنز. فنحن محل لغز أورجنز ناخد الماكسس درون يلي فيه مخ ماكسس ومنوديه ببوابة بحلغز أورجنز لأغارثا. فعنودي مخ ماكسس إلى أغارثا لعند سامانثا. بهذاك الوقت بيجيلنا شخص جديد أول مرة من قابله، شخص هو إله عالم الزومبي ما كان يتدخل أبدا بس قرر يتدخل هالمرة يلي هو دكتور مونتي. دكتور مونتي هو قائد الكيبرز اللي كويسين مو الكيبرز الأشرار، فبيقرر أنه يتدخل ويساعدنا. هدف دكتور مونتي انه يسوي عالم كويس بأغارثا بعد ما فيه اي مشاكل وخالي من الزومبيز. فدكتور مونتي كان عم يساعد شخصياتنا انه يحققوا هدفهم عن طريق تأمين لهم اسلحة
بركات قبل قام وغيرها، هالأشياء كلها من دكتور مونتي. فالمهم لما نوصل مخ ماكسس لأغارثا، دكتور مونتي بيجي بياخذ مخ ماكسس الجديد وبمحي ماكسس القديم الشرير من الوجود بأغارثا، ومن مخ ماكسس الجديد بيعمل منه ماكسس اللي هو النسخة الكويسة اللي كانت موجودة بأوردنس، بيجيبه للبيت بأغارثا وبيخليه أب لسامانثا. بس دكتور مونتي كان غير قادر انه يعطي ماكسس روح، يعني هو اجاله مخ ماكسس من اورجنس بالماكسس درون، وعن طريق مخه عمل هيئة جديدة او خلق ماكسس، بس ما قدر يعطيه روح لانه وقت مات ماكسس ركتوفن ما كان عنده السامونين كي لياخد روح ماكسس، فقط اللي قدر يعمله انه ياخد مخه. ومنعرف انه من بعد اورجنس رحنا على شادو اوف ايفل وركتوفن راح اخذ السامونين كي من هنيك، فعد مقتل ماكسس السامونين كي ما كان مع ركتوفن، وبالتالي ما في روح لماكسس، وجسم ماكسس اللي عمله دكتور مونتي بأغارثا بالبيت بدون روح. بعد هيك دكتور مونتي بياخد سامانثا بعيدا عن المنزل لفترة، وبهالفترة بيطهر روح سامانثا بشكل كامل، بيطهرها من الدارك ايثر والخراب والفساد اللي كانت هي فيه، وبرجعها طفلة بريئة. بعدين دكتور مونتي بيخبر ماكسس انه المشكلة اللي صايرة بين الابعاد الزمنية وتداخل الابعاد بين بعض والابوثيكن لازم تنتهي، بدنا نعمل بعد جديد، عالم جديد حر من الابوثيكن بشكل كامل ومنظم للبشر، ولكن فقط باستعمال الارواح يلي نجت من التمزق. ها بحكي لكم الترجمة الحرفية بالتايم لاين الزومبي، souls who survived the fracture، اظن قصده الارواح الشخصيات الكبيرة يلي قتلناها ببلاك اوب 3 بدرايس اند راخ ديمسي، تتسبو توكيو، جورد كروفي نيكولاي، وذا جاينت ركتوفن، انه عن طريق الارواح هدول الناس يلي اضلوا عايشين بعد المشاكل كلها اللي صايرة، عن طريق ارواحهم فينا نعمل بعد جديد، عالم جديد خالي من الابوثيكن. فمشان هيك بيخلينا ببلاك اوب 3 نقتل الشخصيات الكبيرة، نحط ارواحهم بالسامونين كي، بعدين نبعت ارواحهم لأغارثا ويحط ارواحهم على شكل اطفال صغار. ارواح الاطفال الصغار هي لازمة وجدا ضرورية ليخلي عالم أغارثا او البعد تبعه خالي من الابوثيكن وجيد للبشر. فهي هي باختصار خطة دكتور مونتي. بعد احداث اورجنز، شخصيات الاربعة او بريمس بيسافروا لعام 1943 للبعد الاصلي، وهنيك بيخططوا على القضاء على ركتوفن الكبير او التيمس ركتوفن. بعد هيك ركتوفن بتم التواصل معه من البيت من أغارثا عن طريق دكتور ماكسس، وبيحذره انه انتبه لا تصحي او لا يصحو الالتيمس تيست سبجكت او الشخصيات الكبيرة يلي نايمين، لانه بالزمان اللي رجعوا له كانوا شخصيات الثلاثة الباقيين عبارة عن موجودين عند ركتوفن الكبير، وكان بيسوي عليهم تجارب وكانوا نايمين جوا حجيرات او جوا بودز منيمهم ركتوفن الكبير. فبنبهوا ماكسس انه انتبه لا يصحوا الباقي الشخصيات النايمين بعد ما تقتل ركتوفن الكبير. بعد هيك ركتوفن بنتقل للبيت لأغارثا عن طريق التليبوتر، وبهذاك المكان بقابل ماكسس. وبقى الشخصيات بيسافروا لعام 1945 لديريس او ماب ذا جاينت بطريقة غير معروفة. يعني حكينا من شوي انه الشخصيات عملوا تليبوتر لعام 1943 لمكان يخططوا فيه لقتل ركتوفن الكبير، ما كان هاد ذا جاينت، مو كاتسين ذا جاينت اللي منشوفه، لا كان مكان غير معروف. وهلأ بعدين بعده بسنتين شخصيات الثلاثة راحوا على ذا جاينت، وركتوفن بنفس الوقت كان موجود بالبيت عبي قابل دكتور ماكسس. ماكسس بيقول لركتوفن بالبيت انه لازم يجيب او يجمع قطعتين، هالقطعتين راح تساعده ليكمل خطة تبعه. أول قطعة هي السامونين كي، وتاني قطعة هي كتاب الكرونوميوم. السامونين كي هي قطعة قديمة جدا أو قطعة سحرية بتساعدك إنك تحتفظ بأرواح اللي قتلتهم لتستعملهم بعدين، والكرونوميوم هو كتاب بيورجيك المستقبل أو بيورجيك الأحداث اللي حتصير بالمستقبل أو الخطة اللي لازم تمشي عليها لتحقق هدف معين. بعدين ركتوفن بيكتشف انه هو مرتبط بشخصية ستولينجر من شخصيات ترانزيت او فيكتست بشكل من الاشكال، لانه شخصية ستولينجر كان ياكل لحم زومبي وكان يتواصل معاه
ريكتوفن الكبير هالكلام كله الأبل ريكتوفن الكبير وماكسس وعرفنا انه بعدين شو صار فيهم. بس بعدين بيكتشف ريكتوفن الصغير انه هو كمان متواصل او في علاقة بينه وبين ستولنجر بنفس السبب انه هو كان يأكل لحم زومبي وكان نسخ من ريكتوفن بالإيثر بهداك الوقت فينه يتواصل معه, فانه عن طريق الأبعاد فينه ريكتوفن الصغير كمان يتواصل مع ستولنجر. فالمهم كان يتواصل مع ستولنجر وحكاله يجيب له كتاب الكرونوميوم, وهذا بنشوفه بأحداث الكوميك. بعد ريكتوفن بيسافر العام 1940 بدايمنشن 63 او البعد 63, وهنيك بتواصل مع الماسونية وبتواصل مع حارس سجن القطراز وبيحكي لهم ليبنوا له مختبر تحت سجن القطراز. ريكتوفن بعد هيك برجع على البيت, ومن البيت بتواصل مع ستولنجر وبيخليه او بيقنعه ليمشي شخصيات ترانزيت عشان يجيبوا له كتاب الكرونوميوم. شخصيات ترانزيت خلال رحلتهم الأخيرة آخر مكان بيوصلوا له مكان اسمه زيرو بيس أو الأرض الفاضية. هذا المكان هو اللي فيه كتاب الكرونوميوم, ما فينا يحصل عليه إلا الشخص يلي عنده روح, يعني الزومبي ما فينا يستولوا عليه لأنه كان في زومبي ريكتوفن تحت تحكم ريكتوفن, رح تعرفوا بعد شوية تفاصيل عنه. فكان بكل بساطة فينا هداك يجيب له الكتاب, بس لا كان لازم شخصيات ترانزيت, لازم ناس عندهم روح ليروحوا ويأخذوا الكتاب. بعد ما يجيبوا له الكتاب ريكتوفن بيفتح لهم بوابة زمنية, وعن طريق البوابة الزمنية بيسافروا لعام 1941 إلى مختبر تحت سجن القطراز. ونفس الوقت ريكتوفن بنفس الوقت اللي فتح لهم البوابة هو كمان بيسافر من البيت للمختبر اللي تحت سجن القطراز, وبيلتقى مع شخصيات ترانزيت وبيعطوه كتاب الكرونوميوم. ريكتوفن بعدين بيفتح وبقرأ كتاب الكرونوميوم, وعن طريق الكتاب بيشوف كل الأشياء والخطة اللي لازم يسويها عشان يكمل الدائرة. أول شيء على هالخطة كان إنه يأخذ دم شخصيات موب أوف ذا ديد. ريكتوفن بيسافر لعام 1934 لسجن القطراز قبل لا يتحول, قبل يصير فيه الزومبي وهالكلام كله, وهنيك بياخذ عناصر دم لكل من شخصية سال دالوكا وفين أوليري, أحد شخصيتين نلعب فيهم بموب أوف ذا ديد. هدول السجينين كانوا محبوسين بسجن القطراز ببداية عام 1930 مع بيلي هانسوم وآل أرلينتون ذا ويزلي, محبوسين كلهم بهداك المكان وعم يقضوا وقت بالسجن كله بسبب الجرائم اللي كانوا يسووها, لأنهم كانوا كلهم بعصابة اللي هي عصابة لوكا كرايم فاميلي اللي كان يديرها شخصية سال دالوكا اللي هو قائد العصابة هاي, والباقي ثلاث شخصيات كانوا يشتغلوا عنده. عام 1933 بعد 3 سنين من هالكلام شخصية ذا ويزل بيقنع باقي الشخصيات انه فينا نهرب من سجن القطراز عن طريق انه نبني طائرة على السطح ونهرب منها. ذكروا هالكلام كله قبل لا يكون في زومبي, قبل ما البعد يتحول لموب اوف ذا ديد, حاليا سجن عادي وبشر عاديين ومحبوسين من الحكومة. فالمهم بيحاولوا يهربوا فعلا والخطة كلها بتفشل. فبالتالي لما تكون بأي سجن وتحاول الهروب شو بصير فيك؟ بزداد فترة الحبس اللي لازم تنحبسها وعادي تتحول للمؤبد. فبالتالي باقي الشخصيات الثلاثة بدهم ينتقموا من ذا ويزل على الخطة الفاشلة اللي عطاهم ياها, وبيقرروا انهم يقتلوه على السطح. المهم نرجع لموضوعنا, عام 1934 وقت ريكتوفن اجا على السجن اجا واخد الدم من هالشخصيتين الاثنين. بعد 8 ايام تم الحكم على الشخصيات الثلاثة بالإعدام بالكرسي الكهربائي. بعد موتهم شخصيات موب أوف ذا ديد الثلاثة مع ذا ويزل اللي قتلوه بلقوا حالهم انهم فايقين مرة تانية من الموت, بس هالمرة كانوا موجودين بموب أوف ذا ديد بنفس السجن اللي كانوا محبوسين فيه, بس بعلقانين بحلقة لا نهائية من الموت والحياة بهذا السجن, وكان في زومبيز عم يلاحقوهم وحارس السجن والبعد كان كله تحت سيطرة الأبوثيكن. بعد ما ريكتوفن أخذ عناصر الدم من شخصيات موب أوف ذا ديد الاثنين, ريكتوفن بيسافر لعام 1914, رجعنا بالماضي كتير لعام 1914, وبيروح هناك لنسخة صغيرة منه, بيروح لعند ريكتوفن صغير وبيعطيه أنبي بالدم وبيحكي له لما الوقت يجي رح تحتاج هذا الدم. طبعا ريكتوفن مو صغير مرة مثل ما شايفينه بالصورة قدامكم, يعني كعمر ريكتوفن أورجينز, بيجي بيعطيه الدم وبيحكي له لما الوقت يجي هالدم رح يحميك. بعد هيك ريكتوفن بيروح للبعد الأصلي عام 2036, وهناك بيأمر زومبي ريكتوفن انه ياخذ عناصر دم منهم بينما هم عم بيحاولوا يهربوا. فزومبي ريكتوفن بنشوفه بالكوميكس انه فعلا قدر ياخذ عناصر دم شخصيات ترانزيت من الجهاز اللي كانوا عم بيحاولوا يهربوا منه, سحب دمهم بس ما طلعهم لاي مكان, فاخذ الدم منه وبعدين بيروح بيقابل ريكتوفن
زومبي ريكتوفن بيقابل ريكتوفن وبيعطيه عناصر الدم تبع شخصيات ترانزيت. طبعا بهالوقت هاد شخصيات ترانزيت كانوا موجودين بسجن تحت القطراز او المختبر تحت القطراز، ووقت ريكتوفن حكى لهم انه عندي رحله سريعه بدي اسويها وارجع، لبين ما ارجع قرروا شو اللي بدكم اسويه فيكم، اوديكم لعالم تاني احطكم بنوم طويل. فراح على الرحله تبعه اللي شفناها اللي اخذ عناصر دم شخصيات موب اوف ذا ديد، بعدين راح اعطاهم لريكتوفن صغير عام 1914، بعدين راح لعام 2036 وقابل الزومبي ريكتوفن اللي كان عم يلاحق شخصيات ترانزيت واخذ منه عناصر دم شخصيات ترانزيت. بعد هيك ريكتوفن بيرجع لعام 1941 للمختبر اللي موجود تحت سجن القطراز، المكان اللي عم يستنوه فيه شخصيات ترانزيت، وبيحكوا له شخصيات ترانزيت دخلنا بنوم طويل وبس يتصلح العالم صحينا. ففعلا بيدخلهم بالنوم الطويل بالبودز اللي مشوفهم ببداية Blood of the Dead. بعد ما يدخلهم بالنوم الطويل تنفتح فتحة زمنية بالمختبر وبيجوا شخصيات بريمس الجايين من جيتسبونوشيم، بيجوا لعند ريكتوفن اللي بالمختبر، وريكتوفن بيعطيهم أنابيب دم شخصيات ترانزيت عشان باقي الشخصيات اللي هم نيكولاي ديمسي وتاكيو يستعملوهم مشان ما يموتوا آخر شيء وتكمل الدائرة. وريكتوفن اوريدي معاه أنابيب الدم تبع شخصيات Mob of the Dead. بعد ما اعطاهم انابيب الدم ريكتوفن بيسافر لعام 1944 مشان ياخد السامونين كي من مورك سيتي او شادو اوف ايفل. شادو اوف ايفل بالبعد رقم 63، وبيروح هناك ريكتوفن لياخد السامونين كي من صحفي، بس ريكتوفن يلتقى مع هالصحفي. الصحفي بيحكي له ريكتوفن انه يضل بعيد عنه قبل لا يهجم عليه، لانه الصحفي بهداك الوقت كان براسه هلوسة من الشادومان. اللي ما بيعرف بشادو اوف ايفل الراديوهات هناك بنسمع انه في صحفي كان يتواصل مع الشادومان، وكان شادومان اسمه هنيك مستر راتس، وكان يخلي هالصحفي يسوي له مهمات ويجمع له قطع غريبة. فمن احد القطع اللي خلى شادومان الصحفي يجيبها هي السامونين كي، وبعدين ريكتوفن بيجي بده ياخد السامونين كي من هالشخص او الصحفي، بس بيكون متدلكم براسه هلوسة من شادومان وبينبه ريكتوفن بعد عني لا اهجم عليك وقتلك، وبالاخير بيهجم على ريكتوفن وريكتوفن بيقتل الصحفي عشان يدافع عن نفسه. بنفس الوقت عام 1944 في اربع اشخاص بمدينة مورك سيتي اللي هي شادو اوف ايفل كان عندهم جرائم. شخصياتهم شخصية نيرو اللي قتل زوجته مشان ياخد فلوس التعويض او الانشورانس ماني، المصارع اللي كان يلبس نكل او قطع حديدية تحت القفاز بالتالي بيقتل مخاصمي، والشرطي اللي قتل شخص وهالشخص كان انه عم رح يفضحه انه شرطي فاسد، والممثلة اللي قتلت الصحفي او الشخص اللي كان ماسك عليها صور. فهالاربع اشخاص بمدينة مورك سيتي كان كلهم عندهم ذنوب، وشخصية نيرو كان يستعمل نوع من السحر الاسود، فشادو مان استغل هالفرصة وخلى الشخصيات يغمى عليهم باحد البارات اللي كانوا قاعدين فيها، ولما قاموا من النوم لقوا حالهم نفس اللي صار بالضبط مع شخصيات موب اوف ذا ديد، لقوا حالهم بنسخة عن مدينة مورك سيتي اللي كانوا فيها، بس مو المدينة اللي كانوا فيها بالضبط، لا ببعد تاني للمدينة، وهالمدينة كان من تحكم الأبوثيكن. فكانوا الأربع شخصيات موجودين هناك من تحكم الشادو مان باستعمال جنوبهم وباستعمال سحر شخصية نيرو نفس بالضبط موب اوف ذا ديد. شخصيات موب اوف ذا ديد بعد ما ماتوا قاموا لقوا حالهم ببعد تاني بيضلوا يموتوا ويعيشوا للأبد، وبهذاك البعد كان نفس المكان اللي هم كانوا فيه سجن القطراز، بس مو نفس العالم، لا ببعد مختلف اللي هو بعد جهنم. نفس الشيء بالضبط اللي صار هون بشادو اوف ايفل، الاربع شخصيات هدول باستعمال ذنوبهم بعد ما ناموا وبالبار اللي كانوا فيه قاموا لقوا حالهم بنفس المدينة اللي كانوا فيها بس ببعد جهنم الخاص بالمدينة اللي هو من تحكم الابوثيكن. المهم بهذاك البعد اللي هم فيه شادو مان بيقنع الشخصيات ان الطريقة الوحيدة ليتحرروا من هالمكان هو انه يسمعوا كلام الشادو مان، فبيخليهم يعملوا طقوس شيطانية، وعن طريق هالطقوس كل واحد من الشخصيات لازم يضحي بشخص قريب له بهالطقوس. فمنشوف بشادو اوف ايفل بنعمل اربع ريتشوال او اربع طقوس، شخصية جيسيكا بتقتل المخرج الخاص فيها بهالطقوس، المصارع بيقتل المعلن له بهالطقوس، بعدين الساحر بيقتل المحامي تبعه، واخر شيء الشرطي الفاسد بيقتل البارتنر تبعه او شريكه. بعد الطقوس هاي اللي عملوها بيكتشفوا انه تم خدعهم من خلال الشادو مان، وانه عن طريق الطقوس اللي عملوها صار دايمنشن 63 او البعد 63 كله من تحكم الشادو مان والابوثيكن. مشان هيك مجرد ما نفتح البيكا بانش ونخلص اربع طقوس بنشوف انه عنا بالسماء هالاخطبوط الضخم اللي هو احد كائنات او مخلوقات الابوثيكن.
بعد ما اكتشفوا انه تم خداعهم، الشخصيات الاربعه بيشتغلوا مع الجيت كيبرز اللي هم مو الابوثيكين اللي هم تابعين لدكتور مونتي، فبيشتغلوا مع الجيت كيبرز لا يقضوا على الشادو مان، وبالتالي فعليا خطوات حل الشادو في ايفل. بعد ما نفتح الباك بانش بنكمل الطقوس اللي نشتغل فيها مع الجيت كيبرز، وعن طريق الطقوس هاي نحبس الشادو مان جوا السامنين كي. بالنهاية الجيت كيبرز بيشوفوا انه شخصيات شادو اوف ايفل بيستحقوا انه يضل معهم السامنين كي بعد الشيء اللي عملوه، فبيجوا يعطوه السامنين كي. فجأة بتنفتح بوابة بورتل او فتحة زمنية وبيطلع منها ريكتوفن اللي جاي من المختبر وبياخد السامنين كي. بعد ما ياخد السامنين كي ريكتوفن بيروح للبعد 22-10، هذا البعد ما عندنا اياه بالخط الزمني، ما بنعرف اي شيء عنه. فريكتوفن بيروح للبعد 22-10 وبهداك البعد بياخد روح ريكتوفن بريئة، بياخد هالروح ريكتوفن البريئة هاي وبيرسلها لأغارثا أو البيت لعند دكتور مونتي. عن طريق الروح البريئة هاي دكتور مونتي بيعمل ريكتوفن صغير بالبيت وبسميه إيدي، وهذا الريكتوفن الصغير الموجود بالبيت بيقعد يلعب مع سامانثا، وبنشوفه بكاتسين أورجنز وكاتسين ريفيليشن. من السامنين كي شادو مان بيحكي I'll be seeing you، أو راح أشوفكم. طيب أدري في معلومة ما فهمتوها أو حيرتكم، وأنا بس قرأتها وفهمتها صار معي نفس الشيء، اللي هو ريكتوفن الموجود بالمختبر، هذا هو ريكتوفن نفسه اللي هيروح ياخد السامنين كي من شادو اوف ايفل، وبعدين يروح على ذا جاينت ويكمل السايكل اللي هي يروح على دير ايسندراخ ديتسبونوشيما والرحلة هاي كلها. فكيف هذا ريكتوفن بيجي لعنده الشخصيات اللي جايين من ديتسبونوشيما؟ هو المفروض اصلا يروح على ديتسبونوشيما، فكيف اجوا عنده شخصيات من ديتسبونوشيما؟ وليش بيروح على ريكتوفن بالماضي بيعطيه انبيب قدام شخصيات موب اوف ذا ديد؟ هذا الكلام كله راح اشرح لكم اياه على لوحه قدامكم لتفهموه قدر المستطاع. بس معلومه بسيطه، كاتسين بلود اوف ذا ديد يلي عم تشوفوه هاد فقط للتوضيح، بهالكاتسين الاحداث غير، لانه مثل ما بتشوفوا ريكتوفن المختبر بالكاتسين ما عنده انبيب الدم، لازم يكون عنده انبيب الدم، فمشان هيك قاعد احط كاتسين بلود اوف ذا ديد للتوضيح، مع انه هو ما له علاقه كتير بالموضوع. اذا كنت فاهم اللخبطه هي كلها وليش ريكتوفنات عم يتقابلوا مع بعض ومين ريكتوفن بريمس ومين مختبر ومن هالكلام كله، قدم هالفيديو لهالدقيقة مشان تكمل بالقصة. إذا ما كنت فاهم شوف هلأ 10 دقائق تقريبا رح أشرحها على اللوح قدر المستطاع. أوكي شباب، فحسب ما لاحظت إنه اللي كنت عم بشرحه من شوي أنا فاهمه بس ما أظن فهمتوه، فقلت أفضل طريقة أشرح لكم إياه هو عن طريق اللوح وأرجيكم خطوة بخطوة. هلأ رح تشوفوا معي، بس أول شيء شوفوا الغرفة معي. شرحكم في الغرفة عنا بوكس الزومبياد اللي ما عرضته بولا فيديو، رح أسوي انبوكسينج عنه قريبا إن شاء الله. فا اوكي نرجع للموضوع. طيب نبدا اول شيء بهذا، عندنا ريكتوفن النايم، حلو. هذا ريكتوفن قبل احداث اورجنس كان بيشتغل مع ماكسس بجامعه بالمانيا، وما كان في بيناتهم اي مشاكل بينه وبين ماكسس، المشاكل بيناتهم والكلام كله هذا بالبعد الاصلي، نحن حاليا ببعد 63. هذا ريكتوفن عام 1914 كان نايم بغرفته، حلو. كان نايم فجاه فتحت عنده بوابه زمنيه وجا لعنده ريكتوفن مختبر. ما بنعرف ريكتوفن مختبر او ما راح اشرح لكم من وين اجى، لانه بعد شوي راح تعرفوا. ريكتوفن المختبر اجى لعند ريكتوفن النايم، اعطاه انبيب الدم شخصيات موب اوف ذا ديد، وحكى له هالدم راح تحتاجه بعدين، حكى له لريكتوفن انه هالدم راح يفيدك بعدين او راح تحتاجه بوقت من الاوقات، وريكتوفن المختبر بعدين اختفى من الوجود، خلاص ما عرفنا عنه اي شيء. فريكتوفن عام 1914 نايم وعنده انابيب الدم. اوكي بعد هيك، بعد ما ريكتوفن عنده انابيب الدم، راح ريكتوفن وكمل الرحله تبعه لاورجنس، راح كمل الرحله تبعه لاورجنس عام 1917. يعني نعيد على السريع، ريكتوفن النايم عام 1914 اجى لعنده ريكتوفن المختبر اعطاه انابيب الدم، وبعدين بعد 3 سنين عام 1917 ريكتوفن النايم راح على اورجنس. باورجنس ما كان في لسه في زومبي، كان هو ودكتور ماكسس وجروب 935 قاعدين عم يدرسوا هنيك، يشوفوا شو الاشياء اللي فيهم يكتشفوها من العنصر 115، لانه نحن بالبعد 36 تذكروا بعد 36 او 63 بيعرفوا عن بريمس، البعد الاصلي ما بيعرفوا اي شيء عن بريمس، بعد 63 لانه بابلو عام 1300 كتب عن بريمس فبيعرفوا عن بريمس، في تماثيل لبريمس، فكانوا عم يدرسوا بهذاك المكان اللي فيه تماثيل لبريمس عام 1917
وبعدين من احد البحوثات اللي عملوها صار اللي صار وصار طلعوا الزومبي وايموا النايت تمبلر من نومهم وصارت احداث اورجنس. طيب صارت احداث اورجنس قدروا اخر شيء بحل لغز اورجنس ناخذ مخ ماكسس نوديه لأغارثا عند دكتور مونتي وقدرنا نحرر سامانثا وديناها لأغارثا فعنا ماكسس وسامانثا راحوا عند دكتور مونتي صاروا عند دكتور مونتي هم الاثنين ببعد أغارثا والكلام كله تمام. هلا هون بأورجنس بس حلينا اللغز عام 1917 عنا أربع شخصيات ركتوفن وثلاث شخصيات الباقيين. الثلاث شخصيات الباقيين راحوا على ذا جاينت حلو ما علينا منهم نحن هالكلام كله عن ركتوفن راحوا على ذا جاينت وركتوفن راح لرحلة بعد هالرحلة هالرحلة قضى فيها سنتين بعدين رجع لهم على ذا جاينت فخلنا نشوف شو هالرحلة اللي سواها لأنه هي الرحلة هي قلب السايكل. فالمهم خلصنا من أورجنز شخصيات راحوا الجاينت ركتوفن من عام 1917 سافر لعام 1940 يعني بعد 23 سنة تقريبا راح بنفس البعد اللي هو البعد 36 راح لسجن القطراز. سجن القطراز هناك كان لسه ما في زومبي اللي هو موبو ذا ديد ما في زومبي كان سجن عادي. راح هناك تواصل مع الماسونية أو الإلوميناتي وتواصل مع حارس السجن اللي اسمه ستانلي حكى لهم ابنوا لي مختبر تحت سجن القطراز اتفق معهم وحكى له ابنوا لي مختبر تحت السجن كله تمام كله تمام. فعام 1940 بعد سنة من هالكلام كان ركتوفن شو اسمه موجود جوا المختبر عام 1941 خلاص تم بناء المختبر سنة كاملة عم يبنوا فيه بنوه عام 1941 وركتوفن موجود بالمختبر تحت القطراز. لما كان ركتوفن جوا المختبر اكتشف ركتوفن انه فينه يتواصل مع شخصية سولينجر من شخصيات فيكتس عرف انه فينه يتواصل معه لانه ركتوفن الكبير كان يقدر يتواصل مع سولينجر ولانه كان سولينجر ياكل لحم زومبي فشي من الايثر اكتشف ركتوفن انه هو كمان فينه يتواصل مع سولينجر. سولينجر وشخصيات فيكتس وين كانوا؟ كانوا بعام 2036 كانوا بعام 2036 بالبعد الاصلي بعد ما انفجرت الكرة الارضية كانوا هناك وركتوفن ظل يتواصل مع سولينجر عشان يجيب له شغلتين. ضل يتواصل مع سولينجر لجيب له الكتاب الاكرومونيوم راح جيب له اياه من الارض الفاضية شرحت هالكلام كله. وبعدين ركتوفن بهذا الوقت كان عم يخلي زومبي ركتوفن يلاحق شخصيات فيكتس عشان يسحب دمهم ويجيب له الدم تبعهم. فسولينجر كان ركتوفن عام 1941 اول شيء بس صار يتواصل مع سولينجر وصل لعند سولينجر فسولينجر وشخصيات فيكتس من عام 2036 اجوا لعند ركتوفن بالمختبر لعام 1941 التقوا عند ركتوفن راح اعطوه الكتاب لركتوفن بعدين ركتوفن حكى لهم رايح عندي شيء سريع بدي اسويه وارجع لبين ما ارجع قرروا شو اللي بدكم اسويه فيكم احرركم تروحوا لبعد تاني او تفوتوا بنوم طويل وبس كل شيء يصلح اصحيكم من النوم فحكوا له اوكي. عام 1941 عنده الركتوفن الكتاب قرأ الكتاب مجرد ما قرأ الكتاب عرف شو الاشياء اللي لازم يسويها عرف شو الاشياء اللي لازم يكملها. فالمهم ركتوفن عرف عن الكتاب قرأ الكتاب بس عرف اول شيء عرفه من الكتاب انه لازم يروح ياخذ انابيب الدم لشخصيات موب اوف ذا ديد. فركتوفن راح لعام هو بعام 1941 رجع لعام 1934 على موب اوف ذا ديد ومن موب اوف ذا ديد اخذ دم لشخصيات موب اوف ذا ديد شرحت بالفيديو شو اللي صار فيهم بعدين. المهم اللي احنا نعرفه هلا عام 1934 راح على موب اوف ذا ديد اخذ الدم من عندهم بعدين هون ركزوا معي بس اخذ دم شخصيات موب اوف ذا ديد هو ما بيحتاجه هو اوريدي عنده الدم النالك هذا ركتوفن اللي عم نتكلم عنه هذا ركتوفن اللي هو هذا يلي اجى له ركتوفن من مختبر عام 1914 واعطاه الدم هو عنده الدم ما بيحتاجه بس اخذ الدم من شخصيات موب اوف ذا ديد بعدين هذا ركتوفن راح لعام 1914 لعند ركتوفن النايم وعطاه الدم فركتوفن النايم يلي اجى عنده ركتوفن ما عرفنا عنه اي شيء وعطاه الدم هذا هو نفسه بالمستقبل هذا هو نفسه بالمستقبل رجع لعنده عطاه الدم لركتوفن النايم وهنرجع لهذا الموضوع بعد شوي عطى الدم لركتوفن النايم عام 1914 بعدين بعد هيك راح من عام 1914 لعام 2036 راح لعام 2036 راح لعند
البعد يلي كانوا فيه شخصيات فيكتس مع ستولينجر هم حاليا موجودين فيه، هم حاليا عم يستنوا بالمختبر. بس راح لهونيك ليلتقي مع الزومبي ريكتوفن اللي كان عم يلاحقهم، وزومبي ريكتوفن اعطى انابيب الدم للشخصيات فيكتس، اعطى انابيب الدم تبعهم عام 2036، بعدين رجع لعام 1941 لعند شخصيات فيكتس وستولينجر بالمختبر وحكى لهم شو اللي بدكم اسوي فيكم. شخصيات ترانزيت او فيكتس حكوا له دخلنا بنوم طويل وبس كل شيء صلح صحينا من النوم. فعلا دخلهم بنوم طويل، بعدين ركزوا معي عام 1941 دخلهم بنوم طويل، ومجرد ما دخلهم بالنوم الطويل انفتحت عنده بوابة زمنية ودخلوا لعنده شخصيات جيتسو بونوشيما، شخصيات اللي جايين من جيتسو بونوشيما اجوا لعنده، اعطاهم انابيب الدم شخصيات فيكتس وراحوا. الحين ممكن حد يحكي طيب هو هذا اصلا حاليا رح يكمل ويروح هو على ذا جاينت ويكمل الكلام هذا كله، كيف شخصيات جيتسو بونوشيما اجوا لعنده؟ هي هي السايكل رح تفهموا بعد شوي. اجوا لعنده شخصيات جيتسو بونوشيما اعطاهم انابيب الدم راحوا، بس راحوا راح ريكتوفن عام 1944 بعد 3 سنين اخذ من شادو اوف ايفل السمنينج كي، بعدين بعد هالكلام راح بنفس السنه لبعد ما بنعرف عنه ايش هالبعد، البعد اسمه 2210. بهداك البعد راح اخذ روح ريكتوفن بريئه، ما بنعرف ايش عن هداك الريكتوفن، اخذ روحه بالسمنينج كي، بس صار عنده السمنينج كي من شادو اوف ايفل، وبالسمنينج كي هاد اخذ الروح ووداها لدكتور مونتي. مشان هيك بالبيت بنشوف ريكتوفن الصغير اوريدي موجود بالبيت، فنحن بالرحله هي كلها بناخذ ارواح باقي الشخصيات نوديها للبيت، ريكتوفن وسامانثا من كاتسين اورجنز موجودين بالبيت. فاخذ روح ريكتوفن البريئه وداها على البيت، بعدين راح للبعد الاصلي لذا جاينت، التقى مع باقي الشخصيات اللي انفصل عندهم عن اورجنز هالكلام كله سنتين، راح والتقى معهم عام 1945، قتل ريكتوفن الكبير، وبعد ما قتل ريكتوفن الكبير راح وكمل الرحلة هاي، كمل الرحلة هاي لو وصل عند جيتسو بونوشيما. عند جيتسو بونوشيما اجى عند جيتسو بونوشيما، ونرجع لهون انتم شايفين حاطكم سهم من هون، رجع عند جيتسو بونوشيما التقى مع ريكتوفن من جيت خلص من هون، خلصنا من جاين دي رايس اندراخ جيتسو بونوشيما، رجع لعند ريكتوفن، ريكتوفن هون اخذ من عنده انابيب الدم كمل الرحلة تبعه. ريكتوفن اللي هون يلي عطى انابيب الدم لريكتوفن اللي عم نمشي نحن بالخطه تبعه، هذا هو بعدين هيكمل الخطه تبعه لعند شادو اوف ايفل، لعند روح ريكتوفن البريئه، لعند ذا جاينت هيقتل ريكتوفن الكبير، هيرجع يكمل الخطه تبعه جيرايسن دراغ جيتسو بونوشيما، يلتقوا مع ريكتوفن اللي هون هيعطيهم انابيب الدم، هيكمل الخطه تبعه. هيك السايكل بتضل تنعاد دائما ودائما لمدى الحياه. اتمنى تكون فهمتوها، هذا اكثر شيء قدرت الخصه الصراحه. بعد ما الخطة تكمل براس ريكتوفن بيرجع للبعد الأصلي عام 1945، البعد اللي كان البعد اللي هو بماب ذا جاينت أو ديريس، الشخصيات الثلاثة عم يستنوه هناك، وهناك بيقابل ريكتوفن ألتيمس أو ريكتوفن الكبير. بهديك اللحظة ريكتوفن الكبير كان نائل بالتليبوتر كل من سامانثا ودكتور ماكسس. بعد ما نقلهم بالتليبوتر بيجوا شخصيات بريمس لثلاثة وبيواجهوا ريكتوفن الكبير، وبعدين بيشغل التليبوتر وبيجي ريكتوفن بريمس اللي من شادو اوف ايفل، اجى لعنا لهون وقتل ريكتوفن الكبير. وبلحظة قتله لريكتوفن الكبير هذا الشيء بيسبب لنشوء عوالم كتيرة او ابعاد كتيرة موجودة بالخط الزمني للزومبي باسم الفراكشر يونيفرس، او الابعاد او العوالم المتحطمة او المتكسرة. بهالعوالم المتحطمة فيها كل من الماب ديراي سندراخ ديت بونوشيما وغورد كروفي، وفيها كمان اللي هو دمسي الكبير تاكل الكبير ونيكولا الكبير. هالعوالم كلها نشأت بسبب قتل ريكتوفن الصغير للكبير. بهالعوالم فيها شخصيات الكبيرة بس الأحداث اللي مروا فيها غير الأحداث الأصلية. الأحداث الأصلية بنعرف نيكولاي وديمسي وتاكيا شو صار فيهم، بعدين كلهم انتهوا تحت إيد النازية أو تحت إيد دكتور ريكتوفن وكان يسوي عليهم تجارب. بهاللحظة لا، شخصيات كلهم ما انتهوا تحت إيد دكتور ريكتوفن، كل واحد منهم موجود بجهة تانية. لحاول فهمكم الوضع، لما ريكتوفن الصغير قتل ريكتوفن الكبير هالشي أسس عوالم وأبعاد
كتير، ومن الأبعاد هاي الشخصيات كل واحد من الشخصيات الكبيرة انتهى بالمطاف بخط زمني أو تاريخ غير التاريخ الأصلي اللي صار فيهم. فالشخصيات كلهم ما انتهوا تحت إيد ريكتوفن، كل واحد تغير التاريخ أو تغير مستقبله ليصير بمكان تاني. فمنشوف تاكيو محبوس من قبل فرقة ديفيجن 9، منشوف نيكولاي موجود بالجورد كروفي بعد ما مدينته كلها تكسرت، ومنشوف ديمسي موجود جوا بود، وهالبود كان موجود بالقمر وبعدين بيجيبوه من القمر لدير عيسندراخ. بالتالي حاليا لازم يروحوا يقتلوا الشخصيات هدول من الأبعاد المتحطمة مشان يبعتوها للبيت لعند دكتور مونتي. لو تتذكروا تقريبا من شي نص ساعة بالفيديو تكلمت انه دكتور مونتي حكى لدكتور ماكسس انه لازم نحل مشكلة الأبعاد المتكسرة والأبوثكيون من هالكلام، والطريقة الوحيدة لنحلها هي عن طريق انه نجمع الأرواح اللي نجت من الأبعاد المتكسرة، وتحكيت لكم إياها بالإنجليزي The souls who survived the fractured universe. فأصلا نشأت العوالم المتحطمة هاي كلها من الخطة دكتور مونتي ليتم إنشائها وبعدين نقتل الأرواح اللي نجت منها، اللي هي الأرواح الشخصيات الكبيرة، ونبعتهم على البيت. فبأحد العوالم المتكسرة هاي جروب 935 أخذ جسم ديمسي الكبير اللي نايم جوا الحجرة اللي بتخليه نايم من فرزة أو البود. فجروب 935 بياخد مجسم ديمسي هاد وبده يوديه على القمر أو على المون. فنحن منلحقهم بروبوت ضخم ومنحاول نوقفهم. هالكلام كله أي ماب؟ هالكلام كله ماب دير عيسندراخ. فهالكلام كله عام 1945 الجروب 935 بيودي جسم ديمسي إلى القمر. هالشي منشوفه ببداية دير عيسندراخ، بعدين عن طريق حل لغز دير عيسندراخ منجيب جسم ديمسي من القمر، وبعد ما نجيبه ونفجر الأمر نقتل ديمسي وبياخد روحه بالسمنكي. وبهالوقت ريكتوفن بيشرح لباقي الشخصيات الخطة كلها. بعدين بعد ما يقتلوا ديمسي وبعد ما يخلصوا من بعد دير عيسندراخ بريمس بيسافروا لعام 1945 لبعد اللي فيه شخصية تاكيو. هلأ بالقصة الأصلية بالبعد الأصلي جروب ديفيجن 9 برايسنج سان فاسيليتي بياخدوا تاكيو وبيبعتوه لجروب 935 ليعملوا عليه التجارب. بس بهالبعد المتكسر الأحداث فيه بتصير مختلفة نوعا ما. بهذا البعد لا، ديفيجن 9 نفسهم بيعملوا تجارب على تاكيو بأوامر من الإمبراطور نفسه. فبيروح لعن شخصية تاكيو وبالأخير بيساعدوه انه يقتل حاله عن طريق موت الساموراي وبياخدوا روحه بالسامورينكي. بعد هيك شخصيات بريمس بيروحوا للقطراز وبيقابلوا هنيك ريكتوفن المختبر مشان ياخد منه أنابيب دم شخصيات ترانزيت، ومشان بعدها يرجعوا ويكملوا رحلتهم على جورد كروفي وريفيليشن اللي اخذوا انبيب الدم ورجعوا على زيتسبونوشيما. بعد هيك بيروحوا لعام 1945 لستولينغراد بروسيا، وبهداك البعد المتكسر او الفراكشر يونيفرس جروب ديفيجن 9 بيرجعوا احياء تنين قديم، وهذا التنين بيستعملوه ديفيجن 9 او اليابان للانتصار على روسيا بالحرب العالمية الثانية. فبالتالي حرب مدينة ستولينغراد ما بتنتهي ابدا باستعمال التنانين والحرب العالمية الثانية. مجرد ما الشخصيات يوصلوا على جورد كروفي بيقابلوا نيكولاي الجندي الروسي الوحيد يلي باقي عايش بهذاك المكان وبيقتلوا وبياخدوا روحه. وبعدين ريكتوفن بيودي الأرواح الثلاثة لأغارثا أو البيت لعند دكتور مونتي. دكتور مونتي مجرد ما ياخد الأرواح بيحول الأرواح هاي كلها لثلاث أطفال، طفل تاكيو وطفل نيكولاي وطفل ديمسي، وبيجيبهم ليلعبوا مع باقي الأطفال اللي هم ريكتوفن وسامانثا. وبعدها شخصيات بريمس بيروحوا للبيت بريفيليشن وبيجيبوا معهم السامونينكي، وتذكروا انه ماكسس موجود بالبيت وما كان عنده روح. فلانه ماكسس ما كان عنده روح قدر شادو مان من جوا السامونينكي انه يبلش هلوسة ويبلش يعني يدخل بعقل ماكسس، فبالتالي بيخلي ماكسس انه يحرر الشادو مان من السامونينكي. شادو مان بيطلع من السامونينكي بعالم دكتور مونتي الكويس اللي هو أغارثا، وبهذاك العالم بيفتح بوابة بيحرر فيها كل الأبوثكين من الدارك إيثر لهذاك العالم. بعد ما الأبوثكين كلهم انتشروا وخربوا البعض بشكل كامل، مونتي والأربع شخصيات بيسووا هجوم على الشادو مان وبيقتلوه بالنهاية، وكله من أمر دكتور مونتي أو من يعني
تخطيط دكتور مونتي، وما كانوا بعلم ابدا انه دكتور مونتي بالنهاية رح يمحيهم من الوجود. بعد ما يقضوا على الشادو مان وعلى ابوثيكن، وقبل لا يلتقوا مع دكتور مونتي، الشخصيات بيشربوا انابيب الدم اللي معهم. ريكتوفن بيشرب انابيب دم شخصيات موبوذدد، وباقي الشخصيات بيشربوا انابيب دم شخصيات ترانزيت. شربوا انابيب دم لابعاد او عوالم خلاص اتسكرت بعد اللي عملناه وقتلنا الشخصيات الكبيره للفراكشر يونيفرس. هذا الشيء بيؤدي للعوالم الباقيه كلها انها تتسكر. مثل ما قلت لكم من شوي، هم ما كان عندهم علم انه دكتور مونتي رح يمحيهم من البدايه، بس شربوا انابيب الدم لانه هيك بيحكي لهم كتاب الكرونوميوم. ريكتوفن قرا الكتاب وبيحكي له الكتاب بعد ما تسوي هالكلام اشرب انابيب الدم. بالتالي بعدين بيقابلوا دكتور مونتي، ودكتور مونتي بيكون مقرر انه يمحيهم من الوجود بس عن طريق شربهم لانابيب الدم. ما بيقدر يسوي هالشي، فهذا الشيء بيسبب لخبطه بالعوالم وهيك. فاللي بيقدر يسوي دكتور مونتي ليطلعهم من العالم تبعهم انه يرسلهم لبدايه الدائره من اول جديد الى المعركه العظمى. بيجوا على المعركه العظمى، المهم هيتها هم فايزين. بعد المعركة العظمى بريمس بيختفوا بشكل كامل من التاريخ. بعدين بعد المعركة العظمى بتقريبا 700 سنة بالحرب العالمية الأولى بيلتقوا مرة تانية بأورجنس، وبتبدأ الأحداث كلها من أول وجديد. النهاية أخيرا، هون يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الدائرة ورجعنا بديناها من أول وجديد. فأي هي هي قصة الزومبيز. فأي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا إذا أنت وصلت لهالمرحلة وتابعت الفيديو كامل، من جد شكرا لك. أتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وتنشروه قدر المستطاع لجروبات الجيمينج بشكل عام. خلي مجتمع الجيمينج العربي يشوف إنه كول أوف ديوتي زومبي فيها من أعظم قصص الجيمينج بالتاريخ. فإيه بس كان معكم شاركي يالو، شاركي كيش كوم ديهاد تاني. إن شاء الله مع السلامة.